الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في إذاعة وطني. نحن اليوم الأحد 26 جوان 2016. الموضوع تاعنا اليوم هو حول التراكمات في الجزائر والتغيير. بداية أعتذر لكل الإخوة والأخوات اللي تابعوا البرامج تاع إذاعة وطني عن تأجيل البرنامج، لأنه المعتاد هو أننا نجري الحوار يوم السبت، للأسف شديد نظرا لخلل تقني اضطريت على جل باش نأجل البرنامج إلى اليوم. معي على الخط الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ نوري، الموضوع تاعنا اليوم هو حول التراكمات في الجزائر. بداية، وش هي التراكمات، وهل ترى فيها أنواع نتاع التراكمات؟ نعم، شكرا أخ نوري. هو بالحقيقة لا شك أن التراكمات هي في الحقيقة تعتبر عنصر حيوي ومهم في الحياة البشرية بالنسبة لجميع الأمم. لو بحثنا في كل الأمم، سواء كانت في الأمم السابقة أو الأمم الباقية، لابد أنها تملك تراكمات مختلفة ومتنوعة. وبطبيعة الحال ذلك لأن الحياة البشرية في الحقيقة هي عبارة عن مجموعة من التراكمات التي أنتجتها الديناميكية المستمرة للحياة البشرية. فإذا ما دامت الحياة هي عبارة عن مراحل قائمة مستمرة متوالية لا انقطاع فيها، فبالضرورة يصدر عن ذلك كل من الأحداث والمستجدات، وتنتج المعارف والعلوم وغير ذلك، وتخزن عبر مجرى التاريخ وتبقى واردة كما هي كمادة خام. ولكن في الكثير من الأحيان يرمى بها في سلة التراكمات المهملة، أو تلقى في ركن من أركان التهميش والنسيان، مما يؤدي بذلك إلى أمور كثيرة، منها مثلا قد تقع أجيال في التخبط بين المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة، وهكذا تضيع طموحات الأجيال ومصير الأجيال وتضيع المجتمعات. فكل هذا الكلام يدور حول التراكمات. فما هي التراكمات أيضا؟ في التعريف اللغوي، التراكم هو مصدر الفعل تراكم، وتراكم يتراكم تراكما فهو متراكم. وفي المعنى اللغوي تراكم بمعنى اجتمع، أو هناك كذلك مرادفات أخرى لفعل تراكم، منها مثلا ازداد، اشتد، انضم، تجمع، تعاظم، تفاقم، تكدس، تكوم، أي تحول إلى كومة متماسكة، احتشد، وغير ذلك من المرادفات. وطبعا من أضداد الفعل تراكم
الذي هو مصدر الاسم التراكم، نجد من الأضداد نجد تفرق، تناثر، تشتت، توزع، تفكك، انفصل، تبعثر، ابتعد، وغير ذلك من الأضداد من الكلمات الأخرى. فهذه الكلمة التراكمات هي في الحقيقة بمفهوم لغوي بسيط، التراكم هو من أصل الفعل تراكم بمعنى اجتمع أو تكوم، أي تحول إلى كومة متماسكة. ونجد مثلا تسمع يقول لك فلان تراكمت عليه الديون، أي تكاثرت عليه الديون، أو فلان تراكمت عليه الهموم، يعني تكاثرت وتفاقمت. وقد يعني يصدر الكلام في السياق ونسمع القول يقول تراكمت الأوراق المتناثرة من الأشجار لما تسقط واحدة تلو الأخرى حتى يعني تصبح متراكمة، تراكمت الثلوج طبقة فوق طبقة في الجبال العليا. وكذلك يقول مثلا إنسان تراكمت القضايا في المحاكم، مثلا ملفات بعد ملفات، تراكمت الأشغال، وغير ذلك من الكلام. يعني هذا ما لدي بالنسبة لهذا التعريف البسيط السطحي، وربما تعطي الكلام للأخ كشمزيد النضال. نعم. يعني شكرا الأخ نوري على هذا التعريف. الأخ محمد الهادي، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد الهادي، الموضوع تاعنا اليوم هو ما حول تراكمات في الجزائر. ما زلنا في بداية البرنامج، إذا كان ممكن هو أن تضيف لنا بعض المعلومات فيما يتعلق بالتعريف نتاع التراكمات. التراكمات هي كاين تراكمات، يعني الإنسان كان كما قال الأخ نورتين على ما أعتقد من إيطاليا، لا أخ نوري، نعم هي تراكم بالعجمي كما نقولوا هنا، هي كما نقولوا تراكمت عليه الديون أو تراكمت عليه الهموم. فعل تراكم هذا يعتمد على أشياء، يعني إنسان لما يهمل وفيه الإيجابيات وفيه السلبيات، كان واحد مثلا في السلبيات ولما الإنسان يتراكم عليه مثلا الديون يستزع لدفع الديون تاعه، مع الوقت تراكم عليه الديون أو الواحد يرجع عنده كما نقولوا حنا سلبي في السلبيات في الحياة الاجتماعية تاعه. أما التراكمات الإيجابية، واحد يتراكم بالمعلومات عنده مثلا في الدراسات، تلقاه مثلا متراكمين عليه الكتب، يعني دائما يقرأ قرا الكتب، ولا مثلا ما باليش أنا تلقى المكتبة تاعو شغل متراكمة بالكتب، هذا تراكم إيجابي. مثلا أبسط مثال، ماشي سما إنسان قاعد يتراكم عنده أشياء متراكمة عليه لكن إيجابية غير سلبية، ما عندهاش أضرار. أما في تراكم المشاكل تتراكم، مثلا أعطيك مثال على الوضع السياسي اللي عايش في الجزائر، يعني لما كل فترة تجينا مشاكل وليس لها حلول، وبعد هذه الأشياء تتراكم على الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع الصحي، الوضع العلمي، الوضع السياسي الأمني، ثم تتراكم لهذه الأوضاع تأتي بسلبيات، يعني الحلول تاعها تكون صعبة. أنا هذا هو الفكر تاعي والله أعلم. نعم، شكرا الأخ محمد الهادي. دوك نعود نرجع لكم الميكروفون من فضلك الأخ محمد الهادي. إذن كما تفضلوا الإخوة، حاولوا باش نبسطوا الأمور هكذا، ربما الإخوة اللي عندهم يعني ما عندهمش إلمام كبير هكذا باللغة العربية، نحاولوا نبسطوا الأمور يعني بشكل هكذا اللي يقدر يفهموا أي إنسان، يعني مش بالضرورة يكون إنسان جامعي، والله يكون إنسان راه متخرج يعني من الجامعة، ولا يكون كلام هكذا في متداول الناس. التراكم كما تفضلوا الإخوة هو جاي من فعل نتاع تراكم، والتراكم هو كما كان يقول الأخ نوري هو تكديس، حاجة تتكدس فوق غتها،
يعني ناخذ مثلا مثال بسيط يعني يقدر يفهمه أي إنسان. مرات نكون نلعبوا في أثناء الطفولة، ولا حتى كاين الناس اللي يكبروا يقعدوا يلعبوا في الثلج، كونوا نلعبوا هكذا مثلا في ساحة أو في الطريق أو في الجبل أو في الواد، ولا نكونوا نلعبوا نتفاهموا حنا هذوك الشباب هذوك الأطفال هذوك اللي راهم يلعبوا. قال مثلا باش حنا نبنيو مجسم بالثلج، نهزو حنا، يهز واحد هو مثلا يدير شوية نتاع ثلج في يديه، ومن بعد تبدا انت تدير في هذاك الثلج تراكم فيه، تسمى شغل يولي هو طبقة على طبقة، حاجة فوق هذه، يبدا هو يتراكم يولي يتبنى المجسم هذاك نتاع الثلج هذاك. يعني يبدا من نقطة الصفر ويجي طالع حتى يولي مجسم. بطبيعة الحال التراكمات هذه هو تاع التكديس نتاع الأشياء. بطبيعة الحال تتفرع عليها الأشياء السلبية كما كان تفضل الأخ محمد الهادي، وكاين الأشياء الإيجابية. دوك التراكم هذا عنده هو وجهين، يا إما هو أنه يمشي في الاتجاه الإيجابي، ويا إما هو أنه يمشي في الاتجاه السلبي. بمعنى إذا كان التراكم إيجابي، نأخذ نوع من الأنواع نتاع التراكمات، قال مثلا تراكمات معرفية، ولا تراكمات علمية، ولا تراكمات ثقافية، ولا تراكمات أدبية إلى غير ذلك. كاين هناك الكثير من الأنواع هي تدخل في الإطار هذا نتاع التراكمات. درك إذا كان هذه التراكمات هي تراكمات علمية، بمعنى الإنسان راهو قال مثلا يكتشف كل مرة، يدير نظرية كل مرة، يدير اكتشاف. التراكم نتاع هذيك الأشياء العلمية راه رايح فيما بعد يصير هو إنسان خبير، يصير هو إنسان عالم، يصير هو إنسان باحث، يعني وصل لواحد المستوى من هذيك التراكمات المعرفية اللي عنده. بينما إذا كان العكس هو أنه الإنسان هو راه جاهل وزايد في الجهل نتاعو، وش راهو رايح فيما بعد يخرج. أو ناخذوا مثال، قال مثلا واحد في البيت نتاعو وراهو كاينه مثلا اون فويت، كاين فيها مثلا فويت، ولنفترض هو انه فيه زجاجه قال مثلا نتاع عطر او نتاع مسك، وهذيك الزجاجه راها تطلق بالقطره، وهذيك القطرات هذيك راها تتراكم. اذا كان هذيك القطرات نتاع المسك، هو لما يفتح البيت نتاعو راهو رايح يلقى العطر، يلقى لما يدخل البيت هذيك راه رايح يلقاها تفوح بالمسك. واذا كان العكس، شوفوا يعني القيمه نتاع التراكم. اذا كان تراكم ايجابي، قال مثلا راهو تراكم يعني فيه رائحه مليحه، لما انت تدخل البيت هذيك ولا تدخل البستان ولا تدخل المكان هذاك تلقاه يفوح بالعطر. اذا كان العكس، اذا كان هذاك المكان هذاك راهو هو يفوح بحاجه نتاع الفوحه، حاجه يعني اللي مضره بالانسان. يعني هو لما يدخل للمكان هذاك يكون مثلا قال مثلا انبوب راه مثقوب ويطلق في رائحه مش مليحه، هذاك التراكم نتاع الرائحه هذيك اللي مش مليحه فيما بعد تولي تصير فيه الفوحه. والتراكم هذا أعطيت أنا مثال، قلت إذن عنده شيء إيجابي وعنده شيء سلبي. إذا كان استعملناه إيجابيا رانا رايحين فيما بعد نوصلوا لنتائج إيجابية، إذا كان استعملناه في الشيء السلبي رايحين نوصلوا للكوارث. ودرك شوفوا هذ الدول درك مثلا اللي راهم هما تطوروا بالعلم، هما طوروا نتيجة نتاع التراكمات الإيجابية، وحنا باش توخرنا بهذه التراكمات السلبية. إذن في الأنواع نتاع التراكمات كاين هناك تراكمات سلبية وكاين تراكمات إيجابية. نقدروا نلقاو تراكم نتاع المشاكل، تراكمات نفسية، تراكم نتاع القلق،
تراكم نتاع الملفات، تراكم نتاع المشاكل يعني في كل القطاعات. قال مثلا راهو، قال مثلا قطاع نتاع النقل فيها، قال مثلا أجهزة تستعمل، أو قال مثلا آلات تستعمل، أو قال مثلا مركبات تستعمل، حافلات، قال قطارات إلى غير ذلك. وهذيك قال مثلا قطار راهو يحبس، يزيد في الغد راهو قطار حبس، وحبست حافلة الغدوة راها تحبس حافلة، وتراكم نتاع المشاكل دون حلول. فيما بعد القطاع هذاك نتاع النقل راهو رايح ينشل، وهذا الشيء اللي يحصل. بينما إذا كان هذاك القطاع نتاع النقل هو قال راهم جابوا اليوم حافلة جديدة، راهم في الغد راهم فتحوا خط نتاع مترو، راهم في الغد راهم فتحوا طريق ما على باليش كذا، فيما بعد انت من خلال هذيك التراكمات الإيجابية انت راك راح تحل هذيك المشاكل، وراك راح تدير حلول. إذا كاين هناك تراكمات نتاع مشاكل، وكاين تراكمات نتاع حلول. الأخ نوري، إذا كان ممكن هو أنه تزيد تضيف بعض الأشياء المتعلقة بالأنواع نتاع التراكمات، حتى باش إن شاء الله نثريو مع بعض الحوار. نعم، شكرا. هو إضافة للشيء اللي تفضلت به، طبعا بالنسبة للأنواع كما ذكرتم، طبعا هو هناك النوع تاع التراكم الإيجابي والنوع تاع التراكم السلبي. وطبيعي الحال كل قسم من هذه الأقسام فيه يعني أنواع كثيرة في كل المجالات. هل نقدر نزيد نضيف مثلا ربما إذا كان الإخوة اتفقوا معي والجماعة، هي يعني نقدر نقول فيه هو نوع من التراكمات الحقيقية والتراكمات الوهمية. كيف ذلك؟ يعني التراكمات الحقيقية أنا أراها حسب رأيي والله أعلم، هي التراكمات الحقيقية التي حدثت من أفعال ومن يعني إنتاجات لأمور وما شابه ذلك، يعني حدثت فعلا بمرور الزمن. أما التراكمات الوهمية هي عبارة عن أكاذيب، عن أقوال، عن يعني الأمور اللي تصدر من كلام الشارع ومن هذه الأمور. وبعد في كثير من المرات يعني هذه تصبح هي كذلك تراكمات ومعبأة في ذهنيات الناس، ولكن هي وهمية، ربما لم تحدث، لم تقع، ولم يكن لها أي حدث. وبالنسبة للأنواع كذلك نقدر نزيد نضيف مثلا، نسمع يقول لك الاستثمار التراكمي مثلا، هذا موجود في البورصات العالمية عندما يتم يعني ادخار مبالغ مالية بشكل متواصل من أجل يعني استثمارها في الأسهم، وطبعا في تعطيل صاحبه يعني أرباح في المدى البعيد. إذا نسمع نقول لك مثلا في الميدان الطبي التراكم الكوليسترول في الأنسجة، هذا الأمر معروف به كذلك. كذلك دائما في المجال الطبي نسمع يقول لك معدل السكر التراكمي، هذا أصحاب الناس اللي عندهم اختصاص في الطب يعرفوا هذا الأمر، يعني هذا الانتظام تاع مستوى السكر عندما يعبر عنه في آخر ما بين 2 و3 شهور سابقة. نسمع مثلا يقول لك كما ذكرتم التراكم المعرفي أو التراكم العلمي، التراكم الثقافي، تراكم رأس المال طبعا، تراكم الماضي أو تراكمات الماضي، تراكمات تاريخية، يعني هو كل ما أحداث والقضايا والمتغيرات والذكريات والخبرات والحروب والثروات والمآسي والانتفاضات والانقلابات والتعديات والتزوير والتهميش والانتهاكات والاغتيالات، كل هذه تدخل في تراكمات الماضي أو التراكمات التاريخية. كذلك هناك التراكم الضريبي مثلا، عندما يتراكم على المؤسسة التراكم الضريبي، التراكم في الحياة الزوجية كذلك موجود عندما تتراكم المشاكل بين في الحياة الزوجية. هناك التراكمات النفسية كذلك، وهذا كذلك أمر مهم كذلك بالنسبة لهذا الجانب، لأنها تعود على نفسية الإنسان، يعني خاصة الإنسان، ذاك الإنسان لما يصبح عنده يعني التشدد في والمبالغة في الأمور بدرجة على أنه يصبح غير قادر على التحمل، وتأتي لحظة الانفجار أو أنه يخطو خطوة
غير لاقيه او ما شابه ذلك. او مثال اخر في التراكمات النفسيه، نجد مثلا تراكم الاحقاد في نفسيه الانسان او تراكمات الكره عند بعض الناس، عندما يتراكم ذلك الكره او ذلك الحقد قد يصل به الى درجه انه يعني يدير جريمه بالنسبه لهذا الانسان او الجماعه او ما شابه ذلك. تراكمات التهميش بالنسبه للمجتمعات وبالنسبه للجماعات، هذا الامر كذلك مهم. عندما تتراكم التهميشات يهمشون اصحاب الاراء والجماعات والمواطنين وما ذلك، هذا يؤدي الى الاحتجاجات والى المظاهرات والى الانتفاضات كذلك. عندنا مثلا زيد ندير تراكمات العجز، هذا مهم كذلك. يعني تشوف اي حاجه يقول لك ما قادرش نديروها، ما عندناش اللي يقدر يديرها، ما كانش كفاءات، تصبحوا ديما عاجزين، وهنا تاتي ما يسمى تراكمات العجز. وكذلك هناك تراكمات الشرطه، هذا كذلك امر مهم كذلك. عندما الشرطه تكون في يد واحده وتتراكم فيما بينها، وهذا امر كذلك خطير كذلك. تراكمات الاحكام القضائيه بالنسبه للانسان اللي يكون داخل خارج للسجن، كل مره عنده قضيه، كل مره عنده احكام وتتراكم عليه الاحكام القضائيه. تراكم الوظائف، الانسان اللي يكون نشيط ومجتهد وعنده استعداد وتلقى يشتغل في الوظيفه هذه الفلانيه، الوظيفه الفلان، وتتراكم على الوظائف. تراكم الاوساخ، تراكم الغرامات، تراكم الحمم البركانيه، خاصه بما يسمى بالسوبر فولكان، وهذا نوع من البركان الذي يعني يحجر الحمم تحت القشره الارضيه وينفجر في لحظه بدون انذار ويؤدي الى كوارث، هذا معروف يسمى السوبر فولكان. وتراكمات الغازات، وهناك انواع كثيره كثيره من التراكمات ربما لا يسعنا الوقت لذكرها جلها. هذا ما الذي انا اقول في هذا المجال اخ نور الدين بالنسبه للانواع. نعم، شكرا الاخ نوري. تفضل الاخ محمد الهادي اذا كان ممكن هو ان يضيف لنا بعض الاشياء المتعلقه بالانواع. اخ محمد الهادي. السلام. نعم، هو مثل ما قال الاخ نوري، ما عندك ما راح تضيف، هو ذكر جميع التراكمات والتفاقم والتحاشد كما يقولوا ذكر جميع المراحل في التراكم، يعني السلبيات والايجابيات كما قال هو الاخ. والتراكم هذا فيه كما قلنا في الموضوع الايجابيات، كاين التراكم السياسي، تراكم كما نقولوا حنا في الناحيه الاقتصاديه، تراكم حتى في المحيط اللي عايشين فيه، مثلا البلديه اللي ما تقيمش بالدور تاعها ويتراكم عليها الاشغال ويجي وقت لما يتراكم عليها الاشياء من ناحيه النظافه، من ناحيه كما نقولوا الاشغال العموميه، من ناحيه يتراكم عليها ثم يكون يوقع فيها الفساد، يوقع فيها عدم الانضباط، يوقع فيها الحياه المرافق الاجتماعيه اللي ما كانش، توقع فيها اشياء كثيره، يوقع يكثر الوسخ، توقع كما قال القمامات واللي تتراكم حاشاكم المياه القادره تولي تفوح، يخرجوا الاضرار من هذا التراكم السلبي. على كل حال، وكاين تراكمات ثانيه تاع مشاكل تاع الانسان لما يستهزأ كما قال هو، عنده مثلا دين او ضريبه او سند ما دفعوش او اشياء لازم يديرها في وسط العيله تاعو ما عملهاش، هذه الاشياء كلها سلبيه. اما التراكمات الايجابيه احنا ذكرناها، هي انسان يضيف حاجه لعنده وهي ايجابيه. نعم، هذه هي اسمها. مثلا كما نقولوا احنا الانسان في اطار معلومات، في اطار علم، في اطار بحث، هذه اسمها ايجابيات ما فيهاش عيب. هذا واش راني نسيت، ما عندي ما نسيت الشيء اللي هضروا نور الدين. نعم، شكرا الاخ محمد الهادي. الاخ سميرك معنا. نعم الأخ نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ سمير. نحن على المباشر اليوم الأحد 26 جوان 2016، والموضوع تاعنا اليوم هو حول تراكمات في الجزائر والتغيير. نحن بصدد الحديث حول أنواع تاع التراكمات.
اخ نوردين بارك الله فيك، ونحييك ونحيي الاخوه اللي راهم معك والاخوه المستمعين، ونحيي كامل الامه العربيه ونهنيها بهذا الشهر الفضيل. ربي ان شاء الله يبارك على جميع الامه الاسلاميه وعلى حالها كذلك. نعم الاخ نور الدين، كما تعرف ربما عرفت ان التراكم هو اضافه شيء على شيء اخر او على نفسه وهكذا يعني، او تجميع او التكدس، ما دام هو هذا هو التعريف تاعو، فنقدر نستنبط من التعريف ان الاقسام تاعو نقسمها اما تكون سلبيه او ايجابيه كما طرقت ليها نتايا، وكذلك نقدر نجمعها نقول نقسمها الى قسمين اخرين، ان حسب نوعيه الاشياء هذه نقدر نقولوا كاين تراكمات ماديه وتراكمات معنويه. التراكمات الماديه اللي يدخل تحتها كل الاشياء اللي هي ماديه، تدخل تحت مفهوم ومضمون من الماده، اما اموال، اما تراكم الرمال مثلا في مكان معين، فكل ما يدخل تحت، او تراكم قطرات المطر حتى تملأ بحيرة أو تملأ سد، فهذا ندخلوا تحت التراكمات المادية. والتراكمات المعنوية هي مثلا تراكم الفشل اللي يتعرض على أي إنسان، أو التراكمات مثلا المعاصي خنور الدين. نعم. المعاصي يعني تبدأ ذنب صغير وذنب مراه وذنب وذنب حتى يجي هذا كران، بعد ما يتراكم ذنوب على الإنسان الذي يقترفها، فيوصل إلى حالة الران، وهي الغشاوة اللي ربي قال فيها في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يعملون ما كانوا يكسبون. وكذلك بالمفهوم الآخر تراكم الحسنات. نعم. الحسنة كذلك، الحسنة مرخوتها هذو نحطهم كذلك في تحت التراكمات المعنوية. تراكم الهموم. نعم. هم ربما لما يتراكم يوصل إلى مرحلة إما يفقد فيها الإنسان السيطرة على أعصابه، أو إما أنه يفقد التوازن بتاعه، وين تكون ربما عنده ردة سلبية أو ردة إيجابية. فنحط كامل واش كان يتفضل الأخ نوري وفصل تفصيل، يعني ما يخلاش هذاك التفصيل، نقدر نقوله هي إيجابية وهي سلبية. وكذلك من ناحية أخرى نقوله تراكمات مادية. الورو ظهر انه حصل انقطاع. تراكمات معنى تقدر تكون تراكمات راهو عندك تقطع الاخ السلبيه، تقدر تنعكس ايجابا على الناس. الو نور الدين. نعم راني نسمع فيك. سمعني نور الدين. نعم راني نسمع فيك الان. ما رانيش نستعمل الواي فاي، بس صح نحاول نروح للواي فاي ونربما المكالمه مليحه. نعم راهو كاين تقطع الاخ سمير. المهم اذا كان نعم راني نسمع فيك. الاخوه اللي راكم تتابعوا فينا على الفيسبوك اليوم، راني جربت البث المباشر، المهم راهو تجريبي فقط، ما حبيتش ندير الصوره، راني ندير في التجربه نتاع البث المباشر على الصفحه نتاع الفيسبوك تاع المصالحه. الاخوه اللي راكم تتابعوا فينا ممكن هو انه تطرحوا بعض الاسئله، ولا ممكن هو انه ديروا بعض التعليقات، والله على جل باش نعرفوا شكون اللي راهو يتبع فينا من الاخوه. تفضل الاخ سمير من امريكا، تفضل. نعم الاخ نور الدين بارك الله فيك. قلت لك كذلك من احيانا نشوفوا ان التراكم السلبي ينعكس، كما قلت لك ما عرفتش ولا انا هذا ودخلت ما عرفتش ولا عرفتوهم ولا لا. فالتراكم السلبي احيانا ينعكس على الفرد
بطريقة يعني غير منتظرة، ويكون انعكاس تاعها إيجاب. كمان مثلا يكثر عليه الظلم، أو مجتمع أو شعب أو فرد، وين أحيانا يكثر عليه الظلم وهو تحت العبودية والاسترقاق والاستبداد، فحتى يبلغ كما يقولوا يبلغ السيل الزبا، فينفجر هذاك الشعب، وربما يكون هذاك السبب إلى تحريره. فهذا واش عندي الأخ نور الدين نضيفه، الله يبارك فيكم. نعم، شكرا أخي سامير. المهم ربما نزيد نضيف بعض المسائل المتعلقة بالأنواع نتاع التراكمات كيف ما تفضلتوا. يعني ربما نزيد أنا نضيفت نوع من الأنواع نتاع التراكمات، تراكم نتاع الإحباط، تراكم نتاع اليأس. ذكرت قبيل الأخ سمير تراكم نتاع الحسنات، في المقابلها تسمى التراكم نتاع السيئات، تراكم نتاع الجهل، تراكم نتاع المعرفة. مهم تلقى هي عندها تسمى الأضداد. يعني كي تقول مثلا العلم تراكمات علمية، تقول تراكمات نتاع الجهل، تراكم نتاع الحسنات، تراكم نتاع السيئات، تقابلها. تسمى كاين جانب إيجابي وكاين جانب سلبي. ودرك الإنسان اللي استعمل التراكمات الإيجابية راهو رايح فيما بعد، هو يمشي بها البعيد. الإنسان اللي هو استعمل التراكمات السلبية فيما بعد راهو راح يدخل راسه في الحيط. درك احنا هذا الشيء اللي كنا نتحدثوا فيه، احنا رانا ننقلوا في واقع راها تشوف فيه الناس وتعيش فيه الناس، وحبينا على جل باش نساهموا من خلال هذا الموضوع في رفع درجة الوعي، ونساهموا من خلال التحسيس، هو أنه نوعيوا بعضنا البعض، ونحاولوا هو أنه نساهموا في الدرجة نتاع الوعي مع بعضنا البعض. إذن فيه أنواع كثيرة تدخل في الإطار هذا نتاع التراكمات. تراكم نتاع الإشاعات، يعني تخيل أنت مثلا إشاعة، فيما بعد هذيك الإشاعة تتم التغذية نتاعها، ولما تتراكم وش راه رايح من بعد يصير في المجتمع، يصير اضطراب في المجتمع. ودرك هذه اللي نجيو لها بعد ما نشوفوا المخاطر ونشوفوا الفوائد نتاع التراكمات. إذا قلت ونعاود نكرر من أنه فيه شيء إيجابي وفيه شيء سلبي. الأخ نوري، الآن بعد ما عرفنا التعريف نتاع التراكمات وشفنا البعض نتاع الأنواع نتاعها، التراكمات اللي الآن راها موجودة في الجزائر وش هي التراكمات الغالبة؟ يا هل ترى هي التراكمات الإيجابية ولا التراكمات السلبية اللي كنا دوك نتحدثوا عليها؟ هو في الحقيقة في المجتمع الجزائري فيه يعني كل الأقسام اللي ذكرناها، يعني بنسبة معينة لكل واحدة منهما. يعني فيه تراكمات إيجابية وفي طبعا الحال تراكمات سلبية، لأن التراكمات هي مجتمع من المجتمعات، مش بالضرورة تكون حتى البلدان المتقدمة، مش بالضرورة تكون هي كلها يعني تراكمات إيجابية حتى أن يعني تسري الأمام. حتى التراكمات السلبية فيها استفادة، وحتى هي لو الإنسان يعرف يستغلها تقدر تعطيه القوة باش يزيد يستمر في التنمية. إذن بالنسبة للجزائر، هو في الحقيقة هناك تراكمات كثيرة، هناك تراكمات ترجع إلى الحكم ما قبل الاستقلال، يعني ما زالت باقية لحد الآن، ما زالت باقية ماشية معنا وسارية في الحياة وفي العلاقات وفي الحياة يعني بصفة عامة. وبطبيعة الحال احنا نعرفوا باللي في الحقبة الاستعمارية كانت الحياة في المجتمع الجزائري كانت عنده حياة بظروف خاصة، كل مواطن يعرفها ويعرف القساوة اللي كان يعيشها ويعرف التراكمات اللي كانت تكثر، سواء كانت في الجانب الثقافي، سواء كانت في الجانب يعني الاقتصادي المالي، في كل الأمور تعرفوا باللي كان يعني هناك تراكمات كان المجتمع الجزائري ما كانش يقدر يعالجها لظروف خاصة، لأنه كان دوره وهمه الوحيد هو كيفاش يدفع ذلك المستعمر قبل كل شيء، وبالتالي تراكمت التراكمات بصفة عامة، خاصة تراكمات الجهل، لأنه كان ما عندوش كيفاش يعلم، ما عندوش كيفاش
يعني كانت الغالب فيه مستعمر، تعرفوا كيفاش كان يدمر، كيفاش يعني يهاجم كل المواطن الجزائري. هذا من جانب. وكذلك نقدر نقول باللي المرحلة التي جاءت بعد الاستقلال تختلف، يعني هي بالضروري أن تلك التراكمات اللي كانت موجودة من قبل سواء كانت سلبية أو إيجابية كانت ربما تأخذ بالاعتبار، منها من يعالج، منها من ينقح، منها من ينقب عنها وإلى غير ذلك، حتى أنه كيف يستفاد منها حتى ولو كانت سلبية. ولكن للأسف الشديد فبعد الاستقلال بدأت تراكمات جديدة من أنواع أخرى إلى غاية اليوم، ومنها مثلا نذكر التراكمات اللي كانت مثلا التهميش والإقصاء، بدأوا كل يهمشون ويسجنون، ويعني فيهم من هو يعني قتلوه واغتالوه وإلى غير، وبدأت يعني بدأت التهميشات والإقتصاد وتراكمات الاغتيالات وتراكمات والانقلابات، وبدأت الأمور تظهر حتى أدت إلى ما أدت إليه في الثمانينات إلى ذلك الانفجار الذي يعرف بانفجار أكتوبر. ورغم ذلك في تلك المرحلة كان يعني المواطنين الجزائريين كانوا يعتقدون أنهم سوف يتنفسون من جديد ويعالجون يعني بطريقة موضوعية التراكمات السابقة وينظرون إلى المستقبل، ولكن للأسف الشديد حدث ما حدث، ويعني ظهرت مرحلة مأساوية أخرى، وظهر نوع آخر من التراكمات أشد قسوة وأشد فتكا، وهي تراكمات يعني ركشت وشقع، تراكمات القتل، تراكمات التعذيب، تراكمات كل شيء اللي ما صارش حتى في الثورة. هذه التراكمات يعني أدت إلى 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 تراكمات نفسية، آلام يعني أثرت على نفسية المجتمع الجزائري. ومن بعدها يعني من بعد ما جات الفترة الأخيرة طبيعي الحال يعني جات هناك آراء وجات هناك أفكار من بعض المسؤولين يقولوا بأنهم سوف يطوون الصفحة، ولكن التراكمات الباقية والتراكمات السابقة بقيت كما هي، لم يعالج ولم تعالج ولم ينظر لها بالمنظور الكفء القيم الجدي، وبقيت هي إلى الحد الآن كما نشوف الحد الآن الناس ما زالت تعاني من تراكمات الناس المختطفين مثلا، ما زال كل المشاكل موجودة لحد الآن. وفي المقابل ظهرت تراكمات أخرى من نوع آخر، تراكمات الفساد، تراكمات الاختلاسات، تراكمات الانتهازيين اللي هما مروا ونصبوا الخطوط نتاعهم في كل المناصب والأماكن. يعني أنا أرى أن التراكمات بدأت في كل هذه المراحل التي ذكرتها الأربعة، مرحلة بعد مرحلة بدأت كل مرة جينا أنواع جديدة من التراكمات، ولات عندنا كل الأنواع من التراكمات موجودة ولا علاج لها لحد الآن. يعني ما نقول لا علاج، يعني لا استعداد للعلاج إليه. هذا ما لدي أن أقول له فيما يخص هذا المجال الأخ نور الدين. نعم، شكرا الأخ نوري من إسبانيا، كما أشكر الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا على الصفحة نتاع الفيسبوك، ولو أنه راهم قلة لأنه هذه أول تجربة على الصفحة نتاع الفيسبوك. نتمنى في المستقبل إن شاء الله نطوروا هذا البث المباشر ونفيدوا بعضنا البعض من خلال هذا النقاش. نعود نرجع لك الأخ محمد الهادي من ألمانيا. الأخ محمد الهادي، نفس السؤال اللي وجهته للأخ نوري فيما يتعلق بالتراكمات الغالبة في الجزائر. معظم التراكمات الغالبة في الجزائر هي في جميع القطاعات ومعظمها سلبية. على سبيل المثال تراكم الفساد في القطاع التعليمي التربوي، تراكم الفساد في القطاع الصحي، تراكم الفساد في القطاع الاقتصادي الاجتماعي، وتراكم حتى الشتاء، اسمحوا لي على الكلمة هذه، كل شيء تراكم في الجزائر، كل شيء متراكم. الشتاء تراكمت، الشتاء غير تراكم برك ما بقاتش في الأقلية. المهم في الجزائر تسمى تفاقمت هذه الأشياء، والعلاج حابش يعالجوا هذا الشيء وكل شيء. نعم، يمدوا غير العكسيات، يعني ما كاش الايجابيات، يعني لما نحوسوا نبحثوا على الحلول يقول لك ما كاش حلول.
يعني يقول لك هذه الحكايه عندها 30 سنه 40 سنه وهذا المشكل هذا رانا ما فريناش، والمشكل هذا راه كذا، والمشكل هذا راه كذا. هو المشكل فيه كل هذه التراكمات اللي قاعده تحدث هي مشكلة ان لما تعود تعود اليقظه والعداله غايبه والقوانين ما تطبقش في مسارها، يكون هذا الشيء، يكون هذا الشيء تراكم في اللي يحصل، تراكم فاسد. ما التراكمات الايجابيه؟ واش غنقول لك على التراكمات الايجابيه؟ كاين ممكن تراكمات ايجابيه هي معظم الشباب، عندنا شباب مثقف، عندنا شباب واعي، عندنا شباب كما نقولها ما عاطينو حتى اهميه، عندنا شباب يعني عايش في محيط فاسد، عايش في محيط ما عنده حتى حلول. نعم يعني الحلول تاعو واش الحلول ديال يعني ما كاين حتى حلول. حتى لو الشباب هادو يدرسوا ويقراوا ويمتوا ويحبوا يخدموا عندهم هذيك الحماس ان يخدموا البلاد ويخدموا الوطن وكذا، هذيك يقتلوا لهم هذيك الروح الوطنيه مع الوقت، مع القعاد، مع على باليش انا مع فتره انه بعد الجامعه يلقى روحه يخدم في جهه خلاف بعيد عن الدومين تاعو، على بعيد عن الشيء اللي قراه، بعيد يفسد. خلاص خلاص الانسان خلاص هذيك الروح الوطنيه هذيك تاعو تروح، خلاص تروح يروح المبادئ تاعو يروح كلش. مش قاعد نحكي كاس ما يعني هذا واش الشباب الجزائري وعلى بالي واش كاين، وننزل الجزائر ونشوف نهضر مع الشباب وكذا، يقتلهم المستقبل، يقتلهم الحلم، يغيبوا لهم السمش. يعني خلاص يعني هذه كلها كل شيء تراكم. حتى الانسان اللي تيديو تلقاه بعد يبدا يتراكم، بعد غير يخلص اليونيفرسيتي دي مصر يبدا يتراكموا عليه المشاكل. سما هذا المشكل هذا يعني كي تجي نشوفوه هي مشكل اجتماعي، مشكل سياسي واقتصادي في جميع المجالس. درك نجيو ليه الاخ محمد الهادي في الخلل. احنا دوك الان حبينا نعرفوا التراكمات هذه اللي راها موجوده، يعني دوك احنا لما درنا تعريف تاع التراكمات، التراكمات راها موجوده في الجزائر، موجوده في اي دوله، التراكمات هذه تسمى راها تمشي يعني مع الحياه نتاع الانسان، ولكن هي فيه تراكمات سلبيه وتراكمات ايجابيه. التراكمات اللي الان راها غالبه في المجتمع وش هي؟ يعني ربما تزيد تضيف لنا بعض الاشياء. يا رشوة، تراكم في الرشوة. نعم تراكم في الرشوة، هذا واش راه نزيد. نعم الرشوة تراكمت بزاف. نعم يعني الرشوة ما خصهم غير يديروها سمحوا لي في الدستور، يعني يروحوا في البرلمان في الدستور ترجع رسمية. هذا أخطر شيء، هذا هو الفساد، هذا هو أخطر شيء، هذا هو أخطر شيء بالنسبة لي. نعم شكرا الأخ محمد الهادي. الأخ سمير من أمريكا، الأخ سمير إذا ممكن هو أنه تضيف لنا بعض الأشياء المتعلقة بهذه النقطة هذه المحور هذا. نعم الأخ نور الدين، التراكمات اللي راهي اللي راني نشوفها الآن في الجزائر، الأخ نور يربي يبارك فيه بداها من 62 حقيقة. الجزائر أنا يا راهي بلادي سبحان الله، يعني زدت فيها ابن عن جد، يعني أنا الجزائر راهي عندي مجهولة، خاصة الوضع تاعها في 1830، يعني حقيقة عندي أسئلة كثيرة في هذاك من هذاك الوقت. يعني نشوف أن الأزمات بدأت من تماك من 1830، وكأنها ما كناش دولة، ما كناش شعب، ما كانش كاين مجتمع، كانت فوضى، كانت قبائل، ما كانش يعني ما كناش متوحدين، ما عرفتش كنا دويلات حتى الآن مانيش عارف. على كل حال كل أزمات اللي راهي حتى الآن هي تراكم من هذاك الزمان. كذلك ما ننساش عنصر هام أننا كمسلمين، حنا يبان فينا كمسلمين، يبان فينا أننا لو كان نبعدوا على طريق ربي راح يتراكم علينا
كما يقول السيئات حتى تتراكم علينا ويعاقبنا ربي في الدنيا، لأنه يحب المسلمين يعاقبهم في الدنيا، وربي سبحانه كيحب عبد المؤمن يعجل العقوبة تاعو في الدنيا قبل الآخرة. فحنا كي المسلم كيعصي ربي ماشي كي غير المسلم كيعصي ربي، لا يعني لا يستوون، المسلم في الحين يخلص. وراهي سورة آل عمران واضحة واضحة، يعني مجرد أن بعض من الصحابة يعني تكون نسبة تاعهم قليلة مقارنة بالعدد الكبير اللي كانوا في غزوة أحد، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم صحابة كبار يقتلون في الغزوة هذيك، وينقلب النصر إلى هزيمة، ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتراكم من الأخ نور الدين حقيقة كاين تراكمات بكل أنواعها الإيجابية والسلبية، إلا أن الإيجابية ضئيلة جدا، وراهي تتضاءل يعني قريب راهي حقيقة صعيب أن الواحد يقدرها، ولكن ما تبانش مقارنة مع التراكمات السلبية. التراكم اللي راهو الآن طاغي هو تراكم الأزمات، أزمة يعني تكون أزمة يعني في أولها تظهر، من المفروض المسؤولين أو الناس النبهاء أو الناس المسؤولين أو النظام، من المفروض شريحة من المجتمع الجزائري تعالج هذه الأزمة. إما تكون أزمة متعلقة بالشعب كامل يعني يكون النظام هو المسؤول عليها، أو تكون أزمة يعني هكا في مجتمع أو في مكان معين هكا. فلأنه الأزمة هذه الأولى لم تحل، ما حلوهاش، فأصبحت تراكم تجيب وراها أزمة أخرى لا تحل، أزمة رقم 2، أزمة رقم 3 لا تحل، أزمة رقم 4 لا تحل، وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم رانا نعانيو من مشكلة السكن، وكبر الأزمات يعني في كل القطاعات أخ نور الدين، في كل القطاعات يعني ما نستثنيو حتى قطاع الدين، قطاع يعني المجتمع، أو قطاع الخدمات، أو قطاع الاقتصاد، أو قطاع السياسة، أو يعني في كل الأزمات، حتى سبحان الله في الهوية وما زلنا، حتى في الهوية ما زال صراعات. بلا ما نحكو على مثلا العنصرية اللي للآن ما تحلتش يعني للأسف. أنا هنا في أمريكا نقول لهم كيفاش أنتم راكو في 2016 ما زالكم ماكو تشوفوا هذا كحل وهذا بيض، ما تحشموش على عرضكم. هكا نتكلم معهم نقول لهم أنتم ماشي كما الناس كامل، أنتم الناس راكم في حضارة، وفي 2016 ما زالكم تشوفوا هذا بيض وهذا أسود. غير الغبي، غير اللي ما عندوش عقل هو اللي يشوف بهذه النظرة. يعني صعيب أن الواحد يأمن أن إنسان يعمل الفروقات غير باللون ماشي بالعطاء تاع الإنسان. فما بالك إحنا تزاير كمسلمين، مازال للآن ناس في تزاير يقول لك بعض شريحة من الجزائريين لازم يخرجوا، جاو غزات لازم يعودوا يقولوا منين جاو، واحد أخرين يقولوا كلام آخر. فهذه يعني الأزمات الأخ نور الدين راهي غير تتراكم، وما كان حتى أزمة حلت، لا أزمة السكن، لا أزمة المواصلات. شوف هم يحكوا لك على الطريق وش راهو يصاري فيها من الزحمة على الطريق، وسبحان الله مثال واضح هكا على التراكم، كيفاش يتراكم السيارات ويغلقوا كامل الطريق. ما كاش أزمة الطرقات، قلنا أزمة السير، أزمة التعليم، شوف كيفاش راهي تتراكم للآن. لالا بن غبريط تروح تجيب لينا مجموعة من فرنسا باش تعلموني هنا كيفاش نقرأ. سنوات، في كل سنة تخرج الجامعة إطارات، في كل سنة تخرج معاهد البحوث تخرج يعني عباقرة، في كل سنة يخرجوا الآلاف، تنتج تولد هذه المدرسة. ما قدرناش نخيروا 9 كما هادو اللي جابوهم لنا من فرنسا، هكذا هذا وشنو هذا، وش نسموه؟ كذلك هذا تراكم. هذا في مجال التعليم، مجال الاتصالات، يعني نقول
حرية التعبير، مجال الصحافة، يعني كوارث كوارث مرختها. غير تراكم الرداءة الأخ نور الدين، تراكم الخوف، خوف الشعب اللي الآن ما يفيقش في الحاكم تاعو، الشعب ما يفيقش في المسؤول تاعو، الشعب ما يستقبلش المسؤول تاعو. من غير الشياطين هما اللي يستقبلوا، أما باقي الشعب لا. نشوفوا مواقع الاتصال على الفيسبوك مثلا، كل الشرائح تسب في هذا النظام، كل الشرائح، نساء، رجال، شوية، عرب، قبائل، صحراء، شمال، جنوب، شرق، غرب، كل الشرائح، إسلامي، ملحد، علماني، اشتراكي، كامل كامل يكريتيكي في هذا النظام، في هذه السلطة اللي راهي تحكم وراهي تعبث. تراكم الفساد. فالجزائر راهي الآن سبحان الله، اني شفت كي الاخ نور الدين كيمثلوا على واحد انه يكون مثلا في مكان العمل تاعو لازم مثلا يخدم الخدمه تاعو انه يدرس ملفات، فيحط له المسؤول تاعو زعما اليوم يحط له 5 ملفات ولكن هو ما يخدمش خدمته، غدا كذلك 5 ملفات، وهكذا وكذا حتى تتكدس جبال من الملفات فوق المكتب تاعو او ربما حتى فوق الارضيه في كل اركان المكتب تاعو. هكذاك راهي الجزائر، راهي كيما هاد الخدام، ما كاين حتى أزمة طرحت على الجزائر وحلت، ما كاش، وأنا نتحدى واحد الآن يقول حلينا المشكل الفلاني حليناه، ما كاش. فهذا هو الوضع أنا اللي رانا نشوفه في الجزائر، وعلى هذيك الناس راهي يعني خلاص عيات من هاد الحالة هذي اللي رانا فيها، ويشوفوا أننا رايحين للمجهول. للأسف هذا الأمر طغى، التراكمات السلبية، بينما هذا الكلام كامل ما يعنيش أنه كاين تراكمات إيجابية لله الحمد، بفضل التفاؤل اللي عند كل نفس مؤمنة تآمن بربي سبحانه وتآمن بالقضية تاعها وتآمن بوجود هذا الصراع بين الخير والشر. كذلك تراكم أفكار مفكرين كما مثلا مالك بن نبي الله عليه رحمة الله، أو الناس المصلحين كجمعية العلماء المسلمين، تراكم الحس عند أفراد الشعب، تراكم الوفاء الوفاء والأمانة اللي رفضها هذا المواطن، يعني الفاطن الوطني، الأمانة اللي رفضها من عند المجاهدين اللي مدوا أثمن ما يملك أي إنسان فوق الأرض، مدوا دمهم، يتموا أولادهم، رملوا نساهم باش ماشي باش يعيشوا هما، هم عارفين أنهم الموت مقابلهم باش تعيش الجزائر حرة. هذا العمل اللي داروه راهو يتراكم بإذن الله، والله العظيم سنكن لهم الاحترام والتقدير ما حيينا، وندعو لهم ما حيينا، وبإذن الله قد ما يعني نعظموهم وقد ما نحترموهم سنذل الخونة اللي كانوا حجر عثرة في طريقهم، الخونة من أبناء البلاد، العدو واضح. فكاين تراكمات كذلك إيجابية من هذا النوع الأخ نور الدين، نحمد ربي سبحانه ونشكره دائما أنه خلانا نعيش بهذا القليل تاع التراكمات الإيجابية اللي نواجه بهذا الكم الهائل سبحان الله. اللي تحكي مع أي إنسان يقول لك الجزائر لازم لها 200 سنة، واحد يقول لك كان نبدأ منذ كان نخدمه واش مازال، يعني مازال عمل كبير. علاش يقولوا هكا؟ كل حال أنا ما نوافقهمش، ولكن علاش يقولوا هكا مقارنة إلى الحجم الهائل والكم الكبير من التراكم السلبي، تراكم الأزمات اللي راهي تعيشه بلادي. وهذا واش عندي الأخ نور الدين، بارك الله فيك. نعم، شكرا الأخ سمير. نحاول هو أنه نلطف شوية الجو. شوف، هي في الجزائر والله في أي دولة
كاين تراكمات سلبيه وكاين تراكمات الايجابيه. وش هو درك مرات هو انه تلقى كاين في بلاد تلقى تراكمات مثلا سلبيه وكاينه تراكمات الايجابيه، ولكن التراكمات الايجابيه تغلب هذيك التراكمات السلبيه. كيفاش؟ نعطيك مثال، نحاولوا ان نضرب مثال من الواقع. قال مثلا الحشرات في مكان ما، راه كاين مثلا مكان هذاك مسخ، والله المكان هذاك راهو معفن، والعفن هذاك راهو يزيد، كاين تراكمات تاع العفن، كاين تراكمات تاع الوسخ، كاين تراكمات تاع كذا. لكن لما يكون فقط انسان واحد مثلا راهو قلبه حار وراهو انسان يحب الخير ويحب النظافه، يستعمل هو هذاك المبيد نتاع الحشرات، راهو رايح هو ينظف هذاك المكان، ينظفه. اذن لما الانسان راهو درك هو يستعمل في هذاك التراكم الايجابي، تراكم تاع التنظيف، راك راح انت تقضي على هذيك الحشرات، تقضي انت هذيك على هذيك الفيروسات، تراكم تاع الفيروسات، تراكم تاع الحشرات، تراكم تاع الجارات، تراكم تاع الافاعي، تراكم بطبيعه الحال راني نضرب في امثله وكل واحد كيفاش يفسر، تراكم تاع الخنازير، تراكم تاع الذئاب، تراكم تاع الدواب الى غير ذلك. درك لما تلقى ناس اللي راها هي تكافح هذاك الفيروسات هذيك، تلقى درك مثلا راهو لونتي فيروس درك راهو الان عندنا، الانسان اللي راه هو يكافح في هذيك الفيروسات، ولكن لما يكون واحد وحده قادرين هما يتغلبوا عليه. لما يكون غير واحد راه هو يكافح في هذيك الفيروسات، فما بعد قادرين يقتلوه. لكن لما تكون الناس كامل متجندة، كامل الناس، حتى نقولوا مثلا اذا كان هو التراكم السلبي والتراكم تاع الايجابي راهم يمشوا مع بعضهم. درك في الجزائر تراكمات الايجابيه موجوده، كاين ناس مصلحين، كاين ناس يحبوا الخير في البلاد، كاين ناس راهم يصدقوا، كاين ناس راهم يفعلوا في الخير، كاين ناس راهم ينشروا في الحوايج الحسنه، الحوايج المليحه في البلاد. في المقابل كاين الناس اللي راهم ينشروا في الفساد، كاين الناس اللي راهم هما يديروا في التراكمات تاع الغش، تراكمات تاع الخوف، تراكمات تاع الارهاب، تراكمات تاع القتل، تراكمات تاع السرقه، تاع النهب، تراكمات تاع التضليل، التراكمات السلبيه على بكل الاشكال تاعها. في المقابل كاين الناس اللي راهم يفعلوا في الخير، ودرك راهو كاين هناك صراع بين هذ الناس اللي راهم هما يديروا في التراكمات السلبيه وبين الناس اللي راهم يديروا في التراكمات الايجابيه. بطبيعه الحال النتيجه فيما بعد النتيجه البقاء الاصلح، البقاء للناس، ولكن لما يصمدوا، لما يتحركوا، لما هما ينشطوا، لما يعملوا، باش يبقاو هما يستناو. قالوا مثلا واحد راه هو ينشر في الفساد والاخر راه ما على بالوش، الفساد هذاك راهو يتراكم، والقدر هذاك راهو يطيح كل يوم، كل يوم كل يوم يزيد. اذا كان فيه ناس هما راهم هما واقفين ضد هذا الفساد، فيما بعد الفساد هذاك راهو راح ينقص، ما نقولوش حنا راهم رايحين نقضيو عليه 100%، ينقص ينقص يا سيدي. اذا كان راهو درك 50% ينقص يولي 4% ولا 5%. لكن لما هذ الناس اللي راهم درك المكافحين تاع الفساد حابسين، والمفسدين هذو راهم فقط راهم يزيدوا يتكاثروا، راهم غير يزيدوا برك، يزيدوا 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 يزيدوا، فيما بعد هذ المفسدين راهم رايحين يتغلبوا، يتغلبوا على هذ الناس اللي راهم هما يصلحوا. لازم هذ الناس اللي راهم مصلحين هما في البلاد، الناس اللي راهم هما يؤمنون بالتغيير الإيجابي في البلاد، الناس اللي يؤمنون بالإصلاح، يؤمنون بالنظافة، يؤمنون بالتنافس الشريف، لازم هذا يتراكموا، ها يولي يصيروا فيه تراكم نتاع الشرفاء، تراكم نتاع المصلحين، تراكم نتاع أهل الخير، تراكم هذ العلماء، تراكم الباحثين الى غير ذلك في كل المجالات. ما نخليوش لهذ المفسدين هذو هما يساهموا في التراكم نتاع الاحباط، والتراكم نتاع الياس، والتراكم نتاع التخويف، ونتاع الترويع، ونتاع يعني عدم النظافه،
تاع الاوساخ تراكم تاع الاوساخ تراكم تاع كذا حتى هما يعفنوا البلاد يعفنوا البلاد ويوسخوها ويولي المنظر نتاعها فاسد. هاك تشوف درك الان يعني الحمد لله درك راه بدات يعني هذه السنوات الاخيره يعني ولو انه فيه يعني مؤشرات نتاع 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 اللي راه تنذر بالخطر ولكن مع ذلك كاين فيه تحرك كاين تحرك يعني ولو محتشم ولو بسيط ولكن فيه تحرك نتاع ناس ونتمنوا على جل باش هذو الناس يزيدوا يساهموا في ايقاظ غيرهم كل واحد يسعى من الجنب نتاعه من الموقع اللي راه فيه اللي راه في الفيسبوك اللي راه في اليوتيوب اللي راه في اذاعه اللي راه في قناه اللي راه في صحيفه ويتعاونوا هذ الاهل الخير هذو على جل باش هما يساهموا في انقاذ ما يمكن انقاذه. اذا في الجزائر في هذه المسألة نتاع التراكمات كاينين في اثنين راهم يمشيو مع بعضهم، كاين تراكم نتاع العنصرية، تراكم نتاع الجهوية، تراكم نتاع الغش، تراكم نتاع الخوف، تراكم نتاع الفساد، تراكم نتاع التزوير، تراكم نتاع التضليل راهو يمشي. في المقابل كاينين ناس راهم ينشروا في الخير، راهم ينشروا في الإصلاح، راهم يبنيو، راهم يشيدوا، راهم كذا راهم كذا. إذا فيه في اثنين تراكم راهو يمشي في اثنين على الجهتين، وفيما بعد ما ناش عارفين احنا النتيجة كيفاش راها رايحة تكون. نعود نرجع لك الأخ نوري، إذن بعد ما درنا هذا التعريف نتاع التراكمات تحدثنا عن الأنواع نتاعها، تحدثنا عن التراكمات هذه ذوك اللي راها موجودة في الجزائر. الأخ نوري وش هي الفوائد نتاع التراكمات الإيجابية والفوائد نتاع والمضار نتاع التراكمات السلبية؟ نعم، هو في الحقيقة أنا حسب رأيي والله أعلم أن الفوائد أنا أراها قد يعني الإنسان النبيه الإنسان الذي يعني يهتم بدراسة التراكمات بصفة عامة سواء كانت منها الإيجابية أو السلبية قد يستفيد من النوعين، يعني يقدر تكون عنده الفائدة يستفيد من 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 التراكمات الإيجابية فيها فائدة لا محالة، ولكن حتى التراكمات السلبية يعني الإنسان لما ينظر لها ولما يتفحصها ولما يعتني بها ودراستها ويفهمها ويفهم الحقيقة نتاعها والأشكال نتاعها والأبعاد نتاعها بطبيعة الحال سوف راح يساعده كيفاش تعطيه نظرة مستقبلية متكاملة من كل الجوانب. يعني انت كي تكون تعرف كما نقولوا الشر حتى باش يعني ما توقعش فيه كما يقال. بالتالي من التراكمات الإيجابية الفائدة التي يعني تقدر تعطيها للإنسان أو للفرد أو للمجتمعات هي تنجم عنها القوة في كل شيء. انظر إلى أي بلد من البلدان يعني اللي عندها قوة في ميدان معين، لو تبحث يعني لتلك القوة من أين أتت بها أبحث عليها في الوراء تلقى أنها كانت تراكمات تلجمت عن إنتاجات إبداعات مجهودات واحدة وراء أخرى مرحلة تلك المرحلة حتى وصلت إلى تلك القوة. فكل هذه الإيجابيات تعطي هذا الأمر. ونذكر مثلا يقول لك كذلك التراكمات الإيجابية الفوائد منها أنها تعطي العزة والاقتدار. مثلا على ذلك باش نضربوا المثال اللي يقدر يفهمه الجميع في كرة القدم مثلا نشوف مثلا فريق مثل مثلا يقال الفريق البرازيلي معروف منذ زمان الفريق البرازيلي عنده عزة واقتدار في الميدان كرة القدم. لماذا؟ لأنه لو تبحث عنه في التاريخ تلقى عنده إنجازات، تلقى عنده لاعبين معروفين، تلقى عنده إبداعات في المجال. بالتالي هذا الشيء اللي يخلي تراكمات إيجابية كل تلك الإنجازات الإيجابية تلك الأفعال تلك الأمور اللي قام بها تعطيه العزة والاقتدار وترده كفريق مثلا في هذا المثال اللي ضربناه معروف عالميا عنده عزة واقتدار وكل يحترمه ويقدره. واضرب هذا المثال في كل الجوانب، في الصناعة، في الاقتصاد، في الثقافة، في اللغة، في العلم، في كل شيء. واضرب مثال كذلك بالنسبة
الأمور المأساوية. نضرب مثلا الناس، البلدان اللي دارت حروب، دارت معاشي، قتلت ودمرت مثل ما فعلوا مثلا النازيين. كل الناس لما يشوفوا هذا الأمر، كل ما تركوه، كل ما فعلوه، كل ما يعني قتل حوالي 58 مليون من الشعب في ذلك الوقت، كيفاش ردوا يعني البلاوي اللي صابت الناس وهذه الأمور، هذا الأمر يعني وش التراكمات السلبية هذه. طبعا الحال ما عطاتش يعني ما جابتش فائدة للمجتمع، ولكن من بعد ذلك ولات يعني الدول الأخرى تتخذ مواقف معينة وباش أنها ما توقعش في نفس الشيء اللي وقع في اللي دارته النازية مثلا. يعني أعطات دروس للمستقبل، وأعطات يعني كيفاش تكون هناك تحالفات، هناك أمور لازم تؤخذ، هناك مواقف لازم تؤخذ، وهناك يعني طرق لازم نمشيو فيها حتى أنه باش ما نوقعوش في هذا الأمر. يعني حتى من الأمور السلبية فيها استفادة. وبالتالي أنا أرى أن بصفة عامة أن التراكمات الإيجابية هي بشكل بسيط تنجم عنها القوة وتحقق العزة والاقتدار، والتراكمات السلبية هي في الحقيقة تدمر مصادر الطاقة إن صح التعبير، تدمر الثروات البشرية وتدفع بالأجيال، يعني أنت المجتمع تدفع بهم إلى مستنقع التعفن. التعفن يعني وش يعني قصدي يعني اليومين ما يشغلوش، واليومين ينتجوش، واليوم همشين، واليوم ما يعطيوش الحقوق نتاعهم، وترمي بهذه الأجيال كذلك إلى ديار الغربة، إلى التشتت، ويفقد المجتمع تلك الطاقة الجامعة اللي يحتاج لها ويركز عليها، وبطبيعة الحال هذه هي التراكمات السلبية ما ينتج عنها. هذا ما الذي أنا أقول فيما يخص الفوائد نتاع التراكمات الإيجابية والسلبية، وترك الكلمة للإخوة. نعم، شكرا للأخ نوري. المهم نعاودوا نذكروا الإخوة والأخوات اللي التحقوا بنا الآن، نحن على المباشر اليوم الأحد 26 جوان 2016، نحن في حوار مفتوح حول التراكمات في الجزائر والتغيير. كان بدنا وأننا نجري الحوار البارحة يوم السبت، نظرا لعطب تقني اضطرنا على جلبش نأجلوا الحوار إلى اليوم. إذا نحن على المباشر، الإخوة اللي راكم موجودين في الفيسبوك، نحن أيضا رانا على المباشر، رانا دايرين البث المباشر التجريبي على الصفحة نتاع الفيسبوك نتاع المصالحة الجزائرية. بإمكانكم هو أنه تخبروا الزملاء نتاعكم، الأصدقاء نتاعكم، المعارف نتاعكم بالصفحة نتاع المصالحة، حتى باش هما يسمعوا الحوار اللي رانا نجريو فيه، حتى باش هما ايضا يستفادوا منه. وفي المستقبل ان شاء الله اذا كان شفنا باللي الامر جيد نواصلوا لهذا البث المباشر على الصفحه نتاع المصالحه. احنا حبينا باش نجمعكم الاذاعه نتاع وطني، لكن اذا كان فيه اخوه يفضلوا على جل باش يسمعوا على الصفحه نتاع الفيسبوك ما عندناش مانع. اذا نحن على المباشر، الموضوع تاعنا هو حول تراكمات في الجزائر والتغيير. الأخ محمد الهادي، إذن نفس السؤال اللي توجهت به للأخ نوري. الأخ نوردين، التراكمات السلبية نعطي على سبيل المثال. نعم. على سبيل المثال، هذا عمارة، في العمارة هذه ساكن فيها واحد إخواني، واحد علماني، واحد بزنسي، واحد سماصري، واحد طبيب، واحد أستاذ. في هذه العمارة هذه البلدية مثلا ماشي قائمة بالدور تاعها في النظافة، من ناحية السكان العمارة يرموا الزبل، ماشي وقت العمال النظافة لما يجي كيجيو ياخذوا حاجاكم الزبل تسمى يرموه بعد ما يروحوا عمال النظافة باش يرموه وقت ما يحبوا. ثانيا المحيط تاع العمارة هما اللي يلعبوا في المحيط هذاك، تراكمت عليهم، تراكم جا وقت تراكمت عليهم كيما نقولوا حنا الزباله، الزبل تراكم عليهم، ولا الفيران ولا الناموس ولا كذا. فهاد العماره هذه حبوا يتفاهموا باش زعما كيفاه ينحوا المشكل هذا، يتفاهموا كيفاه ينظموا روحهم
ويتفهموا كيف ينظفوا هذا الحي ولازم يديروا شكوى البلديه تجي تنظف الحي وتجي تعدلهم المكان تاعهم يرموا لحشاكم القمامه لان الفيران لا يخشوا من البلوك تاع لي باتيمون والناموس ولا يخش لهم الديار بلا 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 بلا. المشكله في العماره هذه المشكله هي مشكله الناس اللي ساكنين في العماره لان البلديه كون ما تروحش تطبطب عليها وما تنغش عليها ما تجيش ليك. المشكله الناس اللي ساكنين في العماره هذو مش متفاهمين. علاه مش متفاهمين؟ لانه هذا السلفي ما يحكيش مع هذا الجار العلماني قال كان جا من حتى يدو في يدي ما نتفاهمش انا هذا عندي انا انسان كافر هكا بيتسال نعطيك بيتسال برك ماشي نعم الطبيب شغل يهضر معاهم يقول مجموعه هذه ماشي مليحه لا سونتي الدراري كيفاش هكا كذا كذا. السماصري لا علاقه. السماصري عقليته في الباطمه هذه فتان هذه ما عرفت تستخدم السماصري الفتنه فرغت اسد هذه خدمه السماصري. السماصري خدمته يحوس انه يفكر لك دار ويستثمر لك في دارك يقول لك اشوف هذه الباطمه ما بقاتش هذه شي تسكن مع هذ الناس كذا كذا نشوف لك بلاصه كاينه كذا باش تحاول تبيع له الشقه تاعك ولا الابارتمون تاعك ويجيب هو ناس اخرين وهذه خدمته الفتنه. الاستاذ يحب يوعي يحب يدير جمعيه ما تفهمش. الكومينيست لا علاقه يقول لك انا الناس هذو لا علاقه عندي الناس هذو جاهلين ناس ما فهموش ناس هكا ناس كذا متكبر ما لقاوش كيفاش يفهموا. يعني المشكل كي ترجع لنا في العماره هذيك تلقى المشكل تاع الناس اللي ساكنين في العماره ماشي متفاهمين ما حبوش يورغانيزيو حتى شي مع بعضهم في قهوه يتفاهموا كيفاه يديروا ورقه ويديروا بيان انه يبعثوا البلديه البلديه تتنظف البلديه راهي غايبه راه البلديه ماش قادره تقوم بالدور تاعها يشكو باللي ولادهم ما لقاوش كيف يلعبوا حاشاكم الفوحه تاع الزبل ولا تفوح الباطيمون كذا 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 ما مشي متفاهمين بين بعضهم باللي شكون اللي الدور تاعو ينظف العماره ولا يجيبوا شخص يسلكوه كل شهر ينظف لهم العماره مثلا يمدوا له كل شهر كذا ماشي متفاهمين. سما تراكمت عليهم الاشياء هذه والضرر هذا يرجع لمن يرجع للاطفال اللي عايشين والاطفال لما ينوضوا في المجتمع وينوضوا يشوفوا والديهم كيف راهم يتعاملوا بين بعضهم لا احترام للجار لا الاحترام للمجتمع اللي عايشين فيه المحيط اللي عايشين فيه لا احترام حتى للشخصيه اللي هزينا. سما المشكل هنا ماشي غير المشكل انه مشكل تاع الدوله تراكمت عليها الاشياء هذه وما جاتش دارتها. المشكل هو مشكل تاع وعي. التراكم هذا يجي من غياب الوعي. هذا التراكم السلبي على سبيل المثال. اما التراكم الايجابي كاين تراكم ايجابي. التراكم الايجابي كاين فيه كاين ما على باليش انا كاين الناس هكا في 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 ما في حي مورغانيز يوم حنا الجمعه والسبت ما نخدموش بعد صلاه الجمعه نديرو كذا نديرو هذه كذا نديرو هذه كذا ويديروها ويزيدو بعد السمانه اللي وراها ولا سمانتين يزيدو يديروا حاجه خلاف ويديروها بعد السمانه الثالثه يقول لك اخويا نصبغوا الدروج نصبغوا له حيط ويديروها. هذه اضافيات هذه اضافيات. قال يا جماعه لازم نديروا حاجه خلاف نديروا نحاولوا نجيبوا نحلوا بيرو تاع الكشافه هنايا قدامنا يربيونا ولادنا يديروها. كل شيء هذا ايجابيات عندهم ايجابيات. قال بالك نديروا مكتبه هنايا في الحي تاعنا على ولادنا كي يجيو قرانا يروحوا ليفيزيو نجيبوا ما على باليش انا نجيبوا زوج شيوخه ثلاث شيوخه شغل اللي يقريوهم هنا يديروا شغل تاع ليكور. كاين امور هكا تمشي. والمشكلة هي مشكلة التراكمات اللي تجي من فقدان الوعي. الناس ماشي واعية. خصك تدخل في الإنسان بعد لما العود الإنسان كما نقولو حنا فنيان فنيان من جميع المراحل. تلقاه في بيته بعد فنيان في دار وين يسكن فنيان عنده وقت فراغ في وقت فراغ تاعو بالك عنده شيء يديرهم في البيت يعدلهم ما يعملهم سمعت التراكمات هذه على سبيل المثال برك في مثال ماشي لان التراكمات راهي كثيره السلبيه ولا الايجابيه ولكن كما نقولوا حنا ما مديت موضوع برك لان التراكم هذا يجي ثاني ويجي من وعي تاع الشعب. الشعب ثاني راهو شغل ما عنديش راه نقول لك كل واحد متراكم عليه المشاكل.
يعني ما تلقاش كيف تفسرها. هذا ما عندي واش نقول انا. نعم شكرا الاخ محمد الهادي. تفضل الاخ سمير. نعم الاخ نور الدين بارك الله فيك وفي الاخوان. من اثر التراكم الايجابي نبدا به نقول الرفاهية وسهولة العيش، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي تكوين الثروة. لو ننظر إلى التراكم من الجانب الاقتصادي المحض، لو يكون تراكم إيجابي في الاقتصاد فراح يكون تراكم في رأس المال، راح يكون تراكم في العملة الصعبة، راح يكون تراكم في النتائج الإيجابية أو هذا هو النتائج الإيجابية تاع كل ميزانية كل سنة. هذا راح يجمع ثروة في أي بلد يكون فيها هذا النوع من التراكم. كذلك نقطة أخرى هي غرس روح المبادرة. غرس روح المبادرة يعني من جيل إلى جيل، وذلك بأن يكون الجيل اللاحق يقتدي ويعتبر بالجيل الذي قبله. هذا من التراكم الإيجابي نشوفه. كذلك تكوين، يعني بالتالي كنا تكوين أفراد إيجابيين في المجتمع، وبصفة عامة هو يكون يعني يكثر الخير في أي مجتمع أو بلد يكون فيه التراكم الإيجابي. كذلك كما قلت مقبل، يعني يقدر يكون التراكم الإيجابي عنده آثار سلبية الأخ نور الدين تعود على المجتمع بطريقة يعني ماشي مليحة، لا يحمد عقباها ماشي مليحة. هنا لازم يعني القائم على أي مجتمع يحرص على أن لا يكون هذا الأمر، لازم يكون يقظ ويكون حذر. أنا نشوفها يعني نقول يستطيع أن ينعكس التراكم الإيجابي سلبيا بأن يتكون جيل متواكل، جيل لا يتخذ الأسباب، وجيل يعجز عن ركوب المخاطر، ليس كالجيل الذي أو الأجيال التي قبله التي عايشت الأزمات وأحست بضرورة مقاومتها وحلها. بينما الجيل اللي مثلا عاش في الرفاهية ما يشعرش بالفرق بين الحياة الإيجابية أو التراكم الإيجابي والتراكم السلبي، حتى يعني يعاود لازم يخلق له ربي سبحانه أزمة باش يفهم. وهذا الأثر يعني متوقع ولكن صغير، يعني يستطيع الإنسان يتحكم فيها بإذن الله. هذا هو في التراكم الإيجابي. التراكم السلبي من بين الآثار تاعه زوال مجتمع أو دولة بأكملها. يقدر كذلك يكون من آثاره الإحباط، كثرة الإحباط والفشل، كثرة الفساد، وبالتالي لما يكثر الفساد تتوقع كارثة تحل بهذاك المجتمع. من بين الأثر تاعه هروب الطاقات البشرية، الطاقات والمواهب البشرية، وكذلك الطاقات الاقتصادية المتكونة في رؤوس الأموال وغير ذلك. كما قلت لك مقبل، حتى يعني هذا التراكم السلبي يقدر يكون عنده أثر إيجابي، وهذا يعني يكون بنسبة ضعيفة نوعا ما، يكون عنده قلنا أثر إيجابي. يعني نقدر نلخصها في المقولة، نسيت شكون الله أعلم ذكرها، قالها جمال الدين الأفغاني، أن الأزمة تلد الهمة. فيستطيع تراكمات أو كثرة الأزمات تكون إشارة تنبيه لأي إنسان غافل قد غفل عنها، فتكون إشارة تنبيه
لو ما كانت هذه الأزمة كان يعني يستمر في غيه وفي غفلته، فربما أزمة هي اللي تخليه يتحرك وتنغزو وتنغزو هكا باش يعمل لإصلاحها وتحسين يعني تحسين الوضع اللي راه تمر به في الفترة هذيك. هذا والله تعالى أعلم. نعم، شكرا للأخ سمير. نزيد نعود نذكر كل الإخوة اللي التحقوا بنا، نحن على المباشر نناقش الموضوع نتاع التراكمات في الجزائر والتغيير. الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الفيسبوك نشكركم، الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني من دول مختلفة أيضا نشكركم، الإخوة اللي راهو قريب لكم الفطور صحة الفطوركم، الإخوة اللي هذا وين راكم فطنتوا راهو مازال عندكم الشمس في أمريكا في كندا في كذا، نقول لكم ربي يعطيكم الصبر خاصة إذا كانت الشمس قوية اليوم. المهم الموضوع تاعنا إذن هو حول التراكمات في الجزائر، فيه كما قلت في بداية البرنامج فيه تراكمات إيجابية وفيه تراكمات سلبية. تراكمات سلبية واش تقدر تدير؟ ناخذ مثال، قال مثلا في السكن ناس تبحث عن السكن، ناس تبني في السكن ولكن كاين تراكم في الغش، تراكم في التزوير، تراكم في الجهوية، تراكم في الاستبداد. هذ الناس اللي راهم هما يديروا في هذه التراكمات السلبية فيما بعد واش راهم رايحين يديروا؟ رايحين يضروا الآخرين، يضروهم. قال مثلا في السكن ما يكونش هناك توزيع عادل، ولما ما يكونش هناك توزيع عادل واش راه راح يكون؟ هذا الانسان اللي هو ما داش اليوم في القائمه راهو ينتظر في القائمه اللي راه راح يجي فيما بعد، ما يديش يزيد راهو ينتظر يطول باله يصبر. ولكن مع التراكم هذيك نتاع المشاكل والتراكم نتاع الوقت ايضا، تراكم نتاع الوقت هذاك هو راهو ينتظر ينتظر كما ذاك الانسان اللي راهو ينتظر في القطار اللي يجي يروح، قطار اللي يروح يجي يروح. وتراكم هذا نتاع الوقت مش فقط خاص غير كما ضربت المثل، تقدر امراه قال مثلا راها تنتظر في زواج، يجي واحد ويروح يجي واحد ويروح، يوصل لواحد الدرجه وين انه ينتحر، يوصل الواحد لواحد الدرجه وين انه يقدر تحدث احتجاجات، وهذا الشيء اللي رانا نشوفه فيه، يقدر يحدث انفجار من التراكم نتاع المشاكل. يعني درك اذا كان الناس مثلا راهم في قريه ولا في منطقه عندهم طرق محفره راهم ينتظروا ما المير اللي يجي ما يوعدهم وكذب، تراكم نتاع المواعيد نتاع الكذب، تراكم نتاع الكذب، تراكم نتاع التبلعيط، وهذيك الامور راح تتراكم 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 توصل توش واش راح دير فيما بعد. التراكمات هذيك راح دير هي الحاله نتاع الانسداد اللي تحدثنا عليه في برنامج سابق والاحتقان، فيما بعد يحدث الانفجار. الشيء اللي الان راهو حدث في سوريا هو نتيجه نتاع تراكمات سلبيه وصلت الى احتقان، وصل الى انفجار. يعني كما يقولوا عمليه حسابيه 1+1. الشيء اللي حدث في ليبيا نفس الشيء، الشيء اللي حدث في تونس نفس الشيء، في مصر نفس الشيء. هذو درك اللي الان درك في مصر يعتقدوا باللي راهم حلوا المشكله، حلوا الازمه، ابدا. رايحين يوصلوا ولو على 40 سنه يعاودوا يرجعوا، لازم الحل، لازم. بدون حل الازمه ما تبقى مستمره. اذن هذه التراكمات السلبيه من بين الشيء اللي هي تحدث، تحدث اهتزازات، تحدث عدم الثقه، تحدث الاحباط، تحدث الياس، وتدير هناك احتجاجات تؤدي الى انفجار، تؤدي الى التفاقم نتاع الامور، وتؤدي الى انزلاقات في الاسره وفي المجتمع والى غير ذلك. بينما هذه التراكمات الايجابيه عندها فوائد، من بين الفوائد نتاعها هي الثقه، ضمان. لما انت مثلا ناس راها في مدينه كاين رئيس بلديه راهو خدام، قال انسان منضبط، انسان يحترم الوقت، انسان يحترم المواعيد،
إنسان هو راه يعمل للمصلحة العامة، تلقاه راه يخدم راه يجتهد، والناس اللي معاه كيف كيف. المواطن هذاك هو لما يشوف التراكمات هذيك الإيجابية قال مثلا اليوم راهو عنده مثلا راه مسجل في القائمة نتاع سكن وما عطاولوش، ولكن على باله باللي رئيس البلدية ما يكذبش، قال والله المرة هذه رانا صح ما لحقناش ليك، ولكن تأكد باللي المرة القادمة إن شاء الله نمدلك، على باله به باللي هو ما يكذبش راه رايح هو ينتظر. إذن الشيء اللي هو راهو راح يتولد على هذيك التراكمات الإيجابية وش هي؟ هي الثقة. ولما تكون هناك ثقة وش راه راح ينجم فيما بعد؟ ينجم الحب، تولي الناس تحب بعضها، تولي الناس تثق في بعضها، ويولي فيه هناك تعايش توافق. إذن منين ما كانت هناك تراكمات إيجابية كاين هناك ثقة، كاين هناك توافق، كاين هناك تعايش، كاين هناك الطمأنينة، كاين هناك الأمن. وين ما كانت هناك تراكمات سلبية كاين حوادث، تراكم نتاع الحوادث نتاع المرور، تراكم نتاع المسالخ هذه اللي رانا نشوفوا فيها والمجازر، تراكم نتاع السلبيات هذاك. إذن هو يدير عدم الأمن، يدير هو الاحتجاجات، يدير هو الكوارث، يدير حوادث، ويؤدي فيما بعد إلى انفجار اللي قادر هو يحرق البلاد. إذن هذه التراكمات الإيجابية والتراكمات السلبية هي أضداد. إنسان اللي استعمل التراكمات الإيجابية راهو رايح فيما بعد يوصل لنتائج إيجابية، اللي استعمل التراكمات السلبية فيما بعد راهو رايح يوصل يعني واحد زايد واحد يوصل لنتائج سلبية. هذا الناس اللي راهم درك بالغش وبالتزوير وبالظلم وبالتخويف وبالترهيب وبالاستبداد، إذا كان يعتقدوا باللي راهم رايحين هما يطوروا البلاد، هذا الناس راهم مرضى محتاجين يروحوا لأطباء نفسانيين. محتاجين باش يروحوا لأطباء نفسانيين. ما نقدروش بالاستبداد هو أنه دير انت الحرية، مستحيل. أو تقدر انت بالفساد تنظف، جيب انت انسان مفسد وتنظف به، مستحيل. تنظيف لازمك تجيب انسان نظيف تنظف به، ما تقدرش انت بانسان جاهل تجيب العلم، لازم تجيب انسان عالم اللي هو يسرع لك العلم. ما تقدرش انت تجيب انت انسان تاع شكارة، انسان جاهل في راسه راح يطور لك البلاد. كيفاش يطور لك البلاد؟ والله يطور لك الجيش، والله يطور لك النقل، والله يطور لك كل شيء في كل مجالات. لازم ناس في المستوى هما اللي هما رايحين هما ينهضوا بالبلاد. نعود نرجع لك إذن الأخ نورين للسؤال اللي بعده. هل ترى في الجزائر بعد هذا الشيء اللي قدمناه فيه وعي بالضرورة نتاع التراكمات هذه الإيجابية؟ وشكون هو المسؤول على التراكمات السلبية في الجزائر باش فيما بعد نحدوا الخلل؟ نعم، نبدأ بالسؤال الأول اللي هو هل هناك يعني طبعا وعي بضرورة التراكمات الإيجابية؟ قلت السؤال وهو السلبية الوعي بالاسم بالضرورة نتاع التراكمات الإيجابية. الإيجابية نعم. إذا كان فيه وعي بضرورة نتاع التراكمات الإيجابية، وشكون هو المسؤول على التراكمات السلبية؟ نعم، بالنسبة للطرف الأول من السؤال، هل هناك وعي بضرورة التراكمات الإيجابية، أي التراكمات التي تدفع المجتمع إلى عجلة التنمية والتقدم، التراكمات التي تعتبر هي الطاقة المعنوية والروحية والفكرية والمالية والاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع؟ طبعا يعني يبقى هذا المجال للبحث، ولكن من خلال ملاحظاتنا للواقع المعاش يعني نستطيع أن نستنتج أمور من خلال الواقع المعاش ومن خلال تبلور أو كيف تبلورت التراكمات السلبية الموجودة على الساحة بشتى أنواعها وأشكالها، ومنها ما ذكرناها سابقا. يعني لما نشوف التراكمات السلبية الموجودة
على الساحة في المجتمع الجزائري، وكيفاش راها مازية وتزيد تتراكم وتتفاقم وتزيد يعني كل مرة تتفرع وتتنوع. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه نستطيع أن نجزم أن نقول أنه هناك نوع من لا مبالاة بضرورة التراكمات الإيجابية. يعني هناك إهمال، هناك تهميش، هناك إذا ما بغيناش نقول ما كانش وعي نقول لا مبالاة، يعني باش حتى باش نكون شوية متواضعين. فعندما يدخل المجتمع، يعني المجتمع يخرج من مرحلة ويدخل المرحلة. إحنا مثلا الآن المجتمع الجزائري لو نقسموه المراحل، فيه مراحل، مراحل لما قبل الثورة ومن بعد الثورة فيه مراحل. إذن هذه المراحل لما تنتهي مرحلة وتجي مرحلة، المرحلة اللي انتهت يكون فيها تراكمات، يكون فيها تراكمات إيجابية وتراكمات سلبية، راها معاك، ما تقدرش تستغنى عنها، راها موجودة فيك، في الأسرة نتاعك، في الحياة نتاعك، فيك ماشية مع المجتمع، مع الصيرورة نتاع المجتمع. فبالتالي هو هذا المجتمع لما عندما لا يتطرق إلى فحص تلك التراكمات السابقة الإيجابية مثلا وحتى السلبية، فوش يحدث عنده؟ يحدث عنده بالضرورة غموض في الرؤية المستقبلية. يعني يصبح عند المجتمع هذا لا يفهم، ما يفهمش واش عاش في المرحلة السابقة، وما يفهمش وما يستوعبش الدرس نتاع التراكمات الإيجابية والسلبية في المرحلة السابقة، وما يصنفهاش وما يضبطهاش وما يحددهاش. راح يدخل في مرحلة لاحقة وهو متعب، وهو مثقل بالتراكمات السابقة، وغادي يكون عنده غموض، ويكون عنده ويكون يعني يكون ما تكونش عنده النظرة الواضحة، وما يقدرش يحدد الأولويات والتصورات نتاعو في المرحلة اللاحقة، وبالتالي تؤثر عليه مباشرة إلى درجة أن الفرد في هذه الحالة يحدث له غموض، ويقدر يبقى يتخبط في اتخاذ القرارات، ويبقى يخطف الخطوات العشوائية ويهلك الجميع. إذن هذا هو الوعي بالضرورة نتاع التراكمات. ها فين يكمل؟ يعني انت الانسان ما يفكرش باللي انه راه داخل المرحله الثانيه، صاي نطوي الملف نغطي الشيء اللي مشى، صاي وغادي نقدر نمشي بكل سهوله. لا، ما تقدرش تمشي بكل سهوله الا ما تفحصت التراكمات السابقه نتاع المرحله، واعتنيت بها، وديت الاكفاء كيفاش يدرسوها، كيفاش يعالجوها، وكيفاش يصنفوها ويفصلوا فيها. هذا من جانب. الان مثلا اذا جينا نتكلموا على من المسؤول عن التراكمات السلبية. إذن في الحقيقة الأمر نتاع المسؤوليات تختلف من جهة إلى جهة، من طبقة إلى طبقة، من مسؤول لآخر، من راعي لغيره، من مؤسسة لأخرى. تختلف كذلك المسؤولية حسب النوع الذي نتكلم عليه، ولذلك لا نستطيع أن نحصر مسؤولية التراكمات السلبية في جهة معينة، أو ننسبها إلى مسؤول معين أو إلى شخص معين، نظرا لتعددها وتنوعها واختلافاتها. فإذا أخذنا مثلا التراكمات السلبية التاريخية بصفة عامة، كمثلا الأحداث، القضايا، سواء كانت القضايا المحصور فيها أو القضايا التي ما زالت معلقة، كالثورات، كالمآسي، كالانتفاضات، كالانقلابات، كالتعديات، كالتهميش، الإقصاءات، الانتهاكات، الاغتيالات، كل هذه الأمور التي صارت، التي تنسب إلى التراكمات السلبية التاريخية. الآن مثلا إذا تكلمنا على هذا الأمر هذا بالضبط، شكون هو المسؤول عنه؟ ونذكر مثال بسيط، نأخذ مثال من هذا المثال حتى نوضح الرؤية، ونأخذ الصراع القائم منذ زمان في المجتمع الجزائري بين خلفيات تستغل النزعة العرقية. هذا أمازيغي وهذا عربي وهذا مزابي وهذا شاوي وهذا تركي وهذا آخره. فلا شك أن هذا الأمر حدث عنه صراع فكري وثقافي وإيديولوجي من الضروري أن تقوم على معالجته منذ البداية الهيئات العليا، وتقوم بمعالجة بطريقة جذرية وجدية باش تنتهي الأمر هذا، ما يبقاش ديما يؤلم فينا، ديما ماشي معانا. إذن هذا الأمر
يعني المسؤولية ترجع مباشرة للهيئات العليا التي لازم تشترك في هذا الأمر من البداية وتخصص له ناس أكفاء لجنات وما شابه ذلك أنها تفصل في هذا الأمر حتى أنه باش ما يجيش يأثر لأنه لا يخدم للمصلحة الوطنية بل هو يعاديها وفي نفس الوقت يترك المجال للتفكك والتشتت والانفصال والابتعاد عن التعاون وخدمة الوطن ويكون كذلك حاجز يمنع معالجة التراكمات السلبية المشتركة التي تهمنا جميعا. هذا كمثال جبته باش نوضح هذا النوع من التراكمات السلبية التاريخية ومن المسؤول عنها. الآن مثلا عندما نقول المسؤول في هذا الجانب هو أو هي الهيئات العليا التي تستطيع أن تتحكم وتعالج هذا الأمر بأساليب يعني تكون أساليب واعية ومناهج إيجابية وفعالة. فالآن إذا كان هذه المسؤولة وهيئات العليا ما عملتش على هذا ما قامتش بهذا العمل فهذا يصبح أمر آخر. هذا هنا تصبح شكوك في مصداقية مسؤولية الهيئات العليا وتصبح عندنا شكوك وراء تجاه هاد المسؤولين وهاد الأمراء لأنهم ربما هما يقدر يكون تكون في خدمتهم أن تبقى هاد التراكمات السلبية ماشية لأنها تخدمهم في الاستمرارية وفي التسلط. الآن إذا عدنا كلامنا عن التراكمات التي حدثت مثلا عن قضايا الفساد والاختلاسات والانتهاكات حقوق المواطن والتعدي والظلم فكل هذه الأمور كل هذه التراكمات السلبية تعود مسؤولية بالدرجة الأولى أنا أرى حسب رأيي إلى الجهاز القضائي بصفة عامة. فالجهاز القضائي اللي المفروض يكون مستقل هو اللي يعالج هذه الأمور والذي هو فوق الجميع. فإذا كان جهاز قضائي مدهون بالرشاوي ومعبأ بموظفين وقضاة وحكام متورطين هم كذلك مع الجماعات الإجرامية الكبرى التي تدبر هذه الأعمال الإجرامية من الاختلاسات فيعني طبعا ماذا تنتظر؟ الآن إذا تكلمنا عن التراكمات السلبية التي أدت إلى 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 الصراع الذي وقع في غرداية مثلا هذا الأمر يعني من المسؤول على التراكمات اللي كانت قائمة؟ أنا أرى حسب رأيي أن كل ما أدى به ذلك الصراع من خسارة في الأرواح ومن خسارة في أمور مادية كثيرة ومعنوية فالمسؤولية ترجع بالدرجة الأولى إلى المواطن لا ترجع إلى الدولة ولا لأنه علاش هذه منطقة معينة هذه مدينة معينة فيها ناس عايشين لسنين منذ زمن طويل فكيف يحق لك أن تقتل وتتعدى على جارك؟ وإحنا كمسلمين نعرف قيمة الجار وندرك القيمة ومكانة الجار في الإسلام. إذن أنا أرى المسؤولية ترجع إلى المواطن بالدرجة الأولى. إذا أردنا الكلام عن التراكمات السلبية المتزايدة في جانب الأخلاق والقيم من كل من الأخلاق المدمومة والرديئة وما شابه ذلك فالكثير منها من هذه ترجع المسؤولية إلى الدعاة وإلى الأئمة وإلى المفكرين والباحثين الذي يعملون في هذا الميدان. إذن كيف هم يرون بأمور تصدر على الشاشات يطلعونها عليها بأنفسهم بأنواع من الشعوذة وإلهاء عقول الناس بالسحر كما نسمع الآن تاع الكادنات والتصاور وهذه الأوهام اللي داروها في عقول الناس باش يخدروا عقول الناس باش يخلوهم نايمين ومع ذلك تلقى الناس الدعاة والأئمة والباحثين في هذا المجال يعني ما وكأنه الأمر راي عليهم كأنه الأمر يعني الرئيس ولا سلال ولا جنرال نزار أو ما ذلك. إذن لا ننسى كذلك إذا تكلمنا على الإعلام كذلك فالإعلام كذلك هو كذلك عنده مسؤولية كبيرة في هذه الأمور لأنه ما يجيبش ما يتطرقش ما يديش التفادة لأنواع التراكمات السلبية الموجودة في الفترات المختلفة في المجتمع الجزائري ويجيب مفكرين مؤطرين يطلق يفتح النقاش ويعني ويدلي بالآراء نتاع الناس حتى كيفاش يوضحوا هذه التراكمات السلبية. النخبة السياسية هي كذلك عندها مسؤولة سواء كانت المعارضة أو كانت في السلطة نجدها أنها تمارس في أغلبها اللامبالاة يعني تلقى قضايا كثيرة معلقة
وهم لا يبالون وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يهمهم وكأن الأمر هذا سوف يزول بمرور الوقت وانتهى الأمر. إذن هذا كل هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها في الحياة الزوجية مثلا، لكي نضرب مثال آخر، تراكمات السلبية في الحياة الزوجية عندما تكون يعني تتراكم في ما بين الزوج والزوجة وتؤدي إلى ذلك إلى 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 الطلاق أو إلى أمور أخرى. ما يروحش يلوم رئيس البلدية أو الشرطي أو كذلك، يلوم نفسه أو يلوم الزوجة نتاعه أو بيناتهم الاثنين، لأنهم ما عملوش على كيفاش يتزاوجوا تلك التراكمات السلبية. فبالتالي في خلاصة القول أنا أرى أن المسؤولية تنقسم وتنسب إلى كل جهة وكل طرف وكل مسؤول له، تكون له علاقة مباشرة بذلك النوع من التراكم السلبي الذي يحدث ويتكاثر ويتفاقم ويكون موجود فيه هو مباشرة. أي كل مواطن، كل مسؤول، كل إطار، كل داعي، كل عسكري، كل شرطي، كل قاضي، كل محاسب، كل مفتش، كل إنسان له مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في إطار التراكمات السلبية التي تنسب طبعا إلى العمل الذي يكون بجواره أو يكون يقوم عليه. هذا ما الذي أقول وترى الكلمة. نعم، شكرا للأخ نوري. باش نختموا البرنامج، الأخ محمد الهادي قولنا زوج أسئلة درك، هذا الشيء اللي احنا قدمناه فيما يتعلق بالتراكمات. كاين هناك خلل، الخلل وين يكمن هذا الخلل؟ بحيث هو أنه هذه التراكمات درك السلبية اللي راها موجودة صارت مع الأسف الشديد راه مغلبة على التراكمات الإيجابية في البلدان نتاعنا. الخلل وين راهو؟ يا هل ترى خلل راهو في المسؤولين؟ يا هل ترى الخلل في المواطن؟ يا هل ترى الخلل في الأسرة؟ يا هل ترى الخلل في التربية؟ يا هل ترى الخلل في الدعاة؟ يا هل ترى الخلل في الإعلاميين؟ خلل وين راهو اللي وصلنا لهذا المستوى بحيث أنه راها التراكمات السلبية هذه هي اللي راها صارت غالبة في المجتمع الجزائري مع الأسف الشديد. ولما نحدوا الخلل وين راهو، كيفاش نعملوا على جال باش تكون هناك تراكمات إيجابية في الجزائر؟ تفضل. الخلل راهو هي غياب السلطة، غياب العدالة في جميع المجالات، غياب العدالة في جميع المجالات في القطاع الاجتماعي في الجزائر. وهذه التراكمات هذه تأتي يعني كما نقولوها ما كاينش كونترول، ما كاينش رقابة حتى في المجتمع في العائلة. لما الأب ما يراقبش أولاده وما يراقبش العائلة تاعو وما يعرفش واش كاين في داخل العائلة، لا غير يروح يشتغل وبعد يخلص يروح يلعب للديمين، ولا يروح مع باش يقعد في القهوة بعد العمل يروح للدار ياكل ويرقد غدوة الصباح يعمل نفس الشيء. تسمى هذا شيء خطير، هذا شيء ما يجي منه لا سلبيات منه مش لا الو الو الاخ الهادي يبدو هو أنه فيه تقطع. الأخ سمير. ألو. نعم تفضل الأخ الهادي. واحد اتصل بي من خطأ. نعم تفضل. كنت كتراكمات هذه جات هكا يعني العدالة ما كانش خلاص في الجزائر، لا ما كانوا يعني كما قال الأخ نور الدين وهضر في جميع النقاط، هضر في جميع النقاط يعني ما نقدر نطيف عليها النقاط يعني واش راح نقولوا هضر شي الاخ نورتين. الاخ نوري تقصد. نعم شكرا. شكرا الاخ محمد الهادي. تفضل الاخ سمير. نعم السلام عليكم الاخ نورتين. وعليكم السلام. ان شاء الله ما نطولش، انا نهضر في ربما اقل من 5 دقائق ان شاء الله. نعم تفضل. خذ 10 دقائق. الله يبارك فيك. على حسب رؤيتي نورتين يعني إن شاء الله تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب، ولكن هذا ما حلبت كما يقول في الجزائر. هل هناك وعي من طرف الشعب تجاه التراكمات الإيجابية؟ أنا نشوف الأخ نور الدين أن الوعي راهو ينشأ وراهو يتراكم في حد ذاته عند الجزائريين شيئا فشيئا.
ذلك يعود للتجربة اللي مرت عليها الجزائر والأزمات اللي تعرضت لها الجزائر وتتعرض لها الأمة كاملة على كل حال، والتي لم تستثني أحدا. شفنا الشيء اللي جاز على الجزائر، مسلك منه حتى واحد، وحد مسلك، الكل دفع الثمن، والكل أيقن أننا لو كان ما نعملوش بيد واحدة، ما نعملوش كتف الكتف، ما نعملوش بتراكم الجهود التاوعنا، كان ما نعملوش together يعني مجموعين، راح نذوق نفس الشيء، نفس الأزمة، نفس الكارثة ونفس المرارة اللي مرينا عليها. والأزمة هذيك الشعب كامل راه يشوف أنه ما استفادش، يعني المستفيد منها هي شريحة صغيرة فقط، شريحة صغيرة اللي استفادت من الأزمة. فالوعي الحمد لله راه ينشأ وراه يتراكم. كذلك فيه يعني عامل خلى الأمر يعني يكثر، اللي هو هذه المواقع، القفزة التكنولوجية المتكونة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي خلاص قضات على هذيك السيطرة الإعلامية وكيفاش يقولوا غسل الأدمغة اللي كان تعملوا القنوات. يعني سبحان الله حتى مع التفتح هكذا وين ولات مازالها القنوات، يعني كيفاش نقول بكل مراقة، يعني مراقة، وراهم يعملوا في نفس المشوار على هذيك، راهم ولو أنهم ظهرت قنوات خاصة، ولكن الحمد لله الشعب ماخذها مسخرة يضحك عليهم. فهذا هو القفزة التكنولوجية هذه عملت أثرت أن يتكون وعي الحمد لله، وتخلق شبكة في الجزائر يسمع الشرقي من عند الغربي، ويسمع الغربي من عند الشرقي بلا ما يتنقل. زمان كان لي عنده فرصة أنه يتنقل محظوظ قلال، أما الآن هو قاعد في دارو وراه يحكي مع واحد في مستغانم، وراه متصل مع واحد في تبسة، وراه كذلك متصل مع واحد حتى في من خارج البلاد كامل، الحمد لله رب العالمين. فهذه عوامل تخلي الوعي ينشأ إن شاء الله، ولو أننا ما زلنا متأخرين، ولكن إن شاء الله تكون بداية كفقط. ما عندناش تجربة للأسف، وما راناش مهيئين أننا نحمل المشعل، ولكن ربي سبحانه نسأله أنه يورينا طريقنا ويرزقنا رشدنا. السؤال الثاني المسؤول عن التراكمات السلبية، باختصار يعني نذكر النقاط اللي ما ذكرهمش الإخوة اللي قبلي، نقول قوى احتلالية. النقطة الأولى هي قوى احتلالية غزت الجزائر، ليس، اسمعوا مليح، ليس بهدف التعمير بل بهدف التدمير، سواء كانوا عثمانيين أم فرنسيين، هذا الزوج. النقطة الثانية نقول بقايا خونة وحركة وزواف جدد هدفهم التخريب والتدمير والتزوير والوقوف كصد منيع فتاك، يعني قتال ضد كل من يحاول إصلاح وتحسين الوضع والقضاء على هذه التراكمات السلبية، مع توفر الوطنية لهؤلاء المصلحين. ولو أنهم متميزين ولكن تلقاهم محجوبين. أنا حتى الآن راني غير نكتب في الفيسبوك ونقول لماذا البشير إبراهيمي وضع في الإقامة الجبرية، ما فهمت أنا هذا كان قائد جماعة ولا لماذا وضع البشير إبراهيمي في إقامة جبرية. هذه نستنى واحد شواحد يفتح لنا ويجاوبنا. فحتى قلنا هذا الخونة والحركة والزواف وأعداء الإصلاح، يعني نوصل مراهم يفسدوا، كذلك يكونوا عائق للناس المصلحين. المسؤول كذلك عن التراكمات السلبية هو الفرد بحد ذاته، الفرد الذي هو الضحية الأولى هو المسؤول الأول، هو المسؤول الأول، لأنه قابل ذلك قبل أنه يكون هو ضحية، قبل أنه يعيش في تلك الأزمة، ما حاولش أنه ينفض الغبار عنه. والمحاولين من هاد الأفراد الصغار تلقاهم متفرقين،
نجدهم متفرقين وما يتعاونوش، ما يتعاونوش على أسباب، ربما التخوين، ربما العنصرية. عدوهم واحد، عدوهم هو الفساد، عدوهم هي الأزمة. وكمان رافضين شعار الإصلاح والتغيير، ولكن كل واحد يخدم وحده، هذاك من جهته وهذاك من جهته وهذاك من جهته، ما راح يعمل حتى شيء. وكما يقولوا زمان المعاونة تغلب السبع. هذا هو يعني باختصار، والله تعالى أعلم. أخ نورين بارك الله فيك. نعم شكرا للأخ سمير. تفضل الأخ نورين، النقطتين هذول اللي قاعدوا على جال باش نختموا البرنامج. نعم في يعني باختصار في نهاية الكلام نقدر نزيد نضيف يعني حتى باش بالنسبة للخلل، ربما الكلام اللي تكلمت على المسؤولية ربما ذكرت فيها بعض النقاط شكون هم المسؤولين في بعض الأمثلة. أنا أرى الخلل، نصيب من الخلل يرجع إلى تلك المسؤوليات. ولكن بالنسبة للجزائر كمجتمع جزائري عنده حالة خاصة معروفة، فيه يعني فيه صراع قائم، فيه صراع قائم ما بين طرف يريد أن يحافظ على التراكمات الإيجابية التي نبتت من أصولنا وجذورنا طوال السنين العديدة، وهناك طرف آخر يريد يعني تهميش وإتلاف هذه التراكمات الإيجابية الخاصة بنا والتي هي من أصولنا ومن ثقافاتنا ومن قيمنا وإنتاجنا. ولذلك هم هذا الطرف الآخر يريد أن يحل محله يعني تراكمات أخرى ليست من أصلابنا، إن صح التعبير تراكمات مستوردة أو دخيلة، حتى أنهم يريدون أن يعطوا شكل للمجتمع الجزائري يعني شكل جديد بالشكل الذي يريدونه. وهنا يكمل هذا الصراع القائم، لأنه فيه جهة تريد تجريد الشعب الجزائري من أصالته ومن ثقافته ومن هويته، وبالتالي كل هذا يعني تجريده من التراكمات الإيجابية التي تملكها عبر قساوة التاريخ، عبر يعني المرارة اللي شافها. يعني التراكمات هذه ماهوش تجي زرعها وغدوة تنبت، ماهوش تمشي يعني للمحل تشريها بالأموال. التراكمات هذه راها تنبت بالدم وبالنفيس وبالتضحية وبالوقت وبكل الأمور باش بتجي. فيه ناس، فيه طرف لا يريد أن الشعب الجزائري يبقى مرتبط بالتراكمات الإيجابية التي هي من صلبه، التي هي من إنتاجه، لأنه حتى لا يستطيع أن يبني ويعطي النظرة المستقبلية تكون مبنية على تلك التراكمات التي هي من صلبه. يريد أن يهمشها ويتلفها ويضيعها ويجيب له تراكمات شيئا فشيئا عن طريق يعني الوسائل الإعلام، وعن طريق ناس معينين، وعن طريق ناس يعتبروا واحد من السياسيين وما شابه ذلك، ويزرع تراكمات يعني مستوردة ودخيلة، حتى أنهم يتناسون التراكمات الأصلية ويقول لك يبنيوا على التراكمات الداخلة. هذا يعني نقدر نضيفه في الخلل بالنسبة للمجتمع كمجتمع جزائري عنده حالة خاصة في هذا النوع. نعم هو في نهاية المطاف يعني نقدر نقول كيفاش راح يعني نعيد هذا، نلفت على الأقل الانتباه إلى التراكمات الإيجابية. أولا لازم أن نتجنب كمواطنين كلنا نتجنب التراكمات اللي هي تنتمي للنوع اللي تراكمة العجز. ما بقاش دائما أي شيء يكون أي قضية أي حدث أي أمر لا ما نقدروش لا ما نعرفوش مقاومة نحسوا وإحنا عاجزين. إذن هاد العجز واش تراكمة العجز غادي تراكم عجز فوق عجز عجز فوق عجز حتى نوليو يعني يجيو ناس يوليو يسيروا فينا ويديروا فينا كي يحبوا. كذلك لازم أن الإنسان كمواطن يعني يحاول كيفاش يتجنب التراكمات النفسية مثل ما ذكرناها اللي هي قائمة على الكر والحقد ويعني التلفيق وهذه الأمور. لازم نصفي قلوبنا من هذه الأمور، لأن في الواقع الحال كلنا رانا عايشين في بركة واحدة. يعني تكرهني ولا نكرهك، تحقد علي ولا نحقدك، انت ما عرفش عايش في دولة وانا في دولة، كلنا رانا ماشيين في تحت سلطة واحدة. إذن هذا كذلك من بالناحية للمسؤولين كذلك بصفة عامة، سواء كانوا مسؤولين في الهيئات العليا أو في الهيئات الوسطى،
أو في مستويات أخرى، لازم أن يتجنبوا كذلك تراكمات التهميش. إلى متى يبقوا يهمشوا في المواطن؟ إلى متى؟ إلى الوقت اللي يجي غادي يرفض السلاح ويجي يجي 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 يثور عليه. لأن تراكمات التهميش هي التي تؤجج حركات الاحتجاج، هي التي تؤدي إلى الانتفاضات، إلى الثروات. إذن لازم تكون عندهم هذه في ذهنياتهم، ولازم يعرفوا باللي حتى المواطنين عندهم حق باش يساهموا بالذهنيات نتاعهم والأفكار نتاعهم فيه ويشاركوا في بناء الوطن. إذن كذلك نزيد نضيف أن المستويات العليا هادو اللي راهم في القبة لازم يعرفوا باللي تراكم السلطة، هذا التراكم اللي في أيدي نتاع ناس معيدين، هذا كذلك سوف يؤدي إلى الكارثة في النهاية. لازم يكون هما كذلك واعيين باش يتجنبوا تراكم السلطة، يحاولوا كيفاش يسلموا الأمور أو أنهم يعيدون المجرى نتاع السلطة إلى مجراها الحقيقي بالتداول، ويجيب ناس يعني الكوفة وشوية وشوية حتى تزول هذا التراكم السلطة اللي في أيدي ناس معينين وقد تؤدي إلى كارثة. هذا ما لدي أن أقول وأختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ نوري. ربما نزيد نضيف يعني بعض الكلمات فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم. المسألة هذه نتاع الخلل في موضوعنا نتاع تراكمات في الجزائر، الخلل هو في حد ذاته هو نتيجة نتاع تراكمات، يعني فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم، الخلل هو نتيجة نتاع تراكمات سلبية، وهو نتيجة نتاع اللاوعي متسبب فيه السلطات المختلفة، يعني من الرئيس حتى الآخر واحد في البلاد، ومتسببين فيه أيضا المثقفين ما همش قايمين بالدور تاعهم في التوعية ولا في الكتابات نتاعهم، أيضا متسبين فيه المواطنين، يعني ما مش عاطين اهتمام لهذه المسائل، والخلل مشترك، يعني كما يقولوا حكام ومحكومين مشتركين في هذه المسألة. كاين واحد من الإخوة راه عنده تشويش بزاف في الخط تاعو. أخ نوري عاود خرج وعاود دخل. إذن الخلل هو نتيجة نتاع تراكمات سلبية وصلتنا لهذه النتيجة، النتيجة هذه اللي راكم تشوفوا فيها الآن رأي العين. بالتالي درك إذا كان حابين حنا نوقفوا سد مانع ضد التراكمات السلبية، لازم الناس تخدم، اللي راهو في الإعلام يخدم، اللي راهو في مجال ثقافي يخدم، وتتعاون الناس كل واحد في المستوى نتاعو، تتعاون الناس ماشي تتعاون الناس على التراكمات السلبية. كاينين الناس تلقاه درك مثلا تلقاه يتشدق في قناة فضائية أو في الصفحة نتاعو نتاع الفيسبوك أو في موقع من المواقع كذا، تلقاه يتشدق من أنه راه هو يدافع عن العربية، ولكن تلقاه في البرنامج تاعو تلقاه هو يهرس فيها، هو الأول يدير لها اسم نتاع عربية مكسرة أو فرنسية مكسرة، تلقاه هو الأول يكسر في العربية، أو تلقى مثلا إنسان تلقاه هو يتحدثك على الرداءة في الصفحة نتاعو، وتلقاه هو يمارس في الرداءة في القناة اللي راه فيها، في الصحيفة اللي راه فيها، في الموقع اللي راه فيه، وهو راه يساهم في التراكمات هذه، تراكمات سلبية. باش نديرو حنا تراكمات إيجابية لازم نكونوا إيجابيين، إيجابيين في المعارضة نتاعنا، إيجابيين في الطرح نتاعنا، إيجابيين في الانتقاد نتاعنا، إيجابيين في النصيحة نتاعنا، إلى غير ذلك. ولما تكون هناك تراكمات، يعني تخيل انت لو كان يكون مثلا شحال كاين واحد مليون جزائري في الفيسبوك، شحال هما الناس اللي راهم ينشروا في الخير في الفيسبوك،
شحال شحال هما، تلقى واحد داير الصفحه نتاعو، واحد ينشر في الشذوذ نتاعو على الصفحه نتاعو، واحد ينشر في النرجسيه نتاعو على الصفحه نتاعو، واحد ينشر في الاستبداد على الصفحه نتاعو، واحد ينشر في التضليل على الصفحه نتاعو، ينشر في الخزعبلات على الصفحه نتاعو، ينشر في الاشاعات في الاغاليط على الصفحه نتاعو، وهكذا. احنا على جال باش درك احنا ننشر هذه التراكمات الايجابيه، التراكمات الايجابيه هي ليست مهمه السلطه وحدها، مهمتنا كلنا. يعني درك انت كاشي واحد هو درك راهو جاليه واسمه بوتفليقة وقال له هو روح انت وسخ قدام دار تاعكم، تنتظر فيه هو على جال باش هو يجي هو يقول لك نظف قدام دار تاعكم؟ او كاش واحد هو جاليه بوتفليقة درك في الصفحه نتاعو في الفيسبوك ولا في تويتر وقال له هو انشر ذيك ولا ما تنشرش ذيك؟ صحيح هو انه هاد الناس اللي راهم في السلطه في مختلف المسؤوليات، صحيح هو انه راه عندهم مسؤوليات، مسؤوليات عظيمه، مسؤوليات كبيره، ولكن هذا لا يعني من انك انت راك متجرد من المسؤوليه نتاعك. انت تتحمل المسؤوليه نتاعك غدوه امام ربي، غدوه امام ربي لما تروح تدخل للقبر تدخل ليه وحدك، ما يدخل معك لا خوك ولا باباك ولا عمك، وتسأل على الافعال نتاعك وتسأل على الاعمال نتاعك. لذلك خاصة ونحن في شهر رمضان، خاصة ونحن في العشر الأواخر من رمضان، علينا كمسلمين كجزائريين على جال باش نساهموا كل واحد في الموقع اللي راه فيه، نساهموا في نشر هذه التراكمات الإيجابية. خلي الصفحة نتاعك تولي منارة يا سيدي، حبيت تنقل حاجة انقل حكمة، انقل حكمة انت عالم، انقل حديث، انقل آية، انقل موضوع اللي هو يعالج مشكلة، انقل مقال، انقل خبر مفرح، انقل حاجة اللي هي علاش انت راك غنترشر في الإحباط عند الناس؟ لماذا راك تنشر في الأخبار اللي توجع القلوب؟ لماذا راك داير صفحة نتاعك غير للرداءة وغير للسب وغير الكذا؟ كل واحد منكم يجتهد ونتعاونوا، نتعاونوا على فعل الخير، وإن شاء الله قطرة قطرة تحمل الودان. إذا كان قبيل ضربت أنا مثل في بداية البرنامج نتاع هذيك الإنسان اللي يكون في عنده في الغرفة وراهو كاينة قطرة نتاع مسك، قطرة من وراء قطرة، حتى لما الإنسان يدخل البيت هذاك يولي هذاك البيت يفوح بالمسك، كيف كيف المعلومات، كيف كيف في الأفكار، وكيف كيف كذا. لما أنت تكون تنشر في التراكمات الإيجابية قطرة قطرة حتى يكون هناك الوعي هذاك، الوعي هذاك يجي نتيجة نتاع تراكمات، تراكمات معرفية. ونصحوا لبعضنا البعض، ونوجهوا بعضنا البعض، ننصحوا بعضنا البعض، وشيئا فشيئا إن شاء الله نوقفوا بهذا البلاد. أما إذا كان كل واحد هو يرمي في المسؤولية على غيره، فيما بعد رانا رايحين نوصلوا الكوارث. السلام عليكم، أنا نخليكم برك الصحة بعد الفطور. الله يبارك فيك، شكرا الأخ. الله يبارك فيك، شكرا الأخ محمد الهامي، صحة فطورك. صحة فطورك الأخ سمير، الأخ نوري، وكل الإخوة اللي كنتوا تتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني وعلى الصفحة نتاع الفيسبوك. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، صحة لفطوركم جميعا، وبارك الله فيكم. وماذا بكم على جال باش تشاركوا معنا مره على مره في الحوارات، ايضا تشاركوا معنا من خلال الاسئله، من خلال الاقتراحات. اذا نلتقي الاسبوع القادم، الى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. السلام عليكم، صحه فطورك. شكرا، بارك الله فيك. صحه الاخ نور الدين، صحه نوري والاخ سامر. شكرا، صحيت وبارك الله. شكرا.
الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.